اهلا بكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده من برنامج اسال مع ميرا، وحلقه مفيده جدا جدا كنا كلنا مستنيينها منذ فتره مع سياده المستشاره استاذه جيهان توماس. استاذه جيهان توماس طبعا هي بورد سيرتيفايد سبيشالست اميجريشن اند ناشوناليتي ستيت بار اوف كاليفورنيا. اهلا بحضرتك استاذه جيهان، دايما مفرحانه، والنهارده انا عارفه ان احنا هنستفاد كتير جدا جدا. اهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا ميرا ومنورة البرنامج بتاعك، ميرسي على استضافتي مع قناة سيسا. شكرا ليكي أستاذة جيهان. طبعا كل أمريكا مترقبة التغيرات اللي حصلت بعد الحكم الجديد للرئيس جو بايدن، عارفين أن في تغيرات ربما تكون صالحة ونافعة جدا بالنسبة لشؤون الهجرة، خاصة أن احنا كان في عندنا أزمة كبيرة في شؤون الهجرة واللجوء والسفر، فدلوقتي أعتقد أن الحياة هتبقى أفضل كما يقولون يعني. فحضرتك النهاردة علشان تقدري توضح لنا كل الأمور، حضرتك عاملة إيه الأول يا فندم؟ أنا كويسة يا ميرا، وبشكرك دايما على الاستضافة وعلى البرامج الحلوة اللي انت بتقدميها. شكرا. وبالمقدمة اللي انت قلتيها، ياس الإدارة الجديدة بتحاول تساعد الإيميجرانتس كلهم. طبعا احنا شايفين من أول إكزيكتيف أوردرز طلع من الرئيس الحالي موري الدايركشن الإدارة دي رايحة فين مع المهاجرين. طبعا انت عارفه اول قرار اتاخد ان هو سمح لليمن وسوريا وايران وليبيا وصوماليا والسودان ان هم يرجعوا تاني يخشوا الولايات المتحده، سواء عن طريق تاشيرات زياره، عن تاشيرات دراسه، عن طريق معاملات هجره بتتقدم من ال relatives بتاعتهم. طبعا احنا عارفين ان مسلم بان ده كان it was a big issue، كانت منع الدول دي ان هي تخش. طبعا directions تاني شايفين ان هو عايز يعمل path towards a green card للناس اللي داخل الولايات المتحدة، يقال ان هو عايز يحط الناس اللي هي موجودة داخل الولايات المتحدة قبل 1/1/2021 يدلهم زي الطريق الى الاقامه الدائمه او الجنسيه فيما بعد سنين بعد كده، لو اثبتوا ان هم فعلا ناس من اخلاق قيمه وما عندهمش جرائم وبتدفعوا ضرائب للبلد. ايوه. احنا لو عايز تسالني على حاجات ثانيه انا تحت امرك، بس حاجات كانت الدايركشنز اللي باينه طبعا غير حاجات ثانيه، بس لو عايز تساليني اي حاجه ثانيه. استاذه جيهان، انا عارفه ان دايما يا استاذه جيهان بيقولوا ان في قرار هينزل، مش معنى كده ان القرار اوريدي اتنفذ. هل قرار البان ده، هل دي فكره مطروحه ولا اتنفذت بالفعل؟ لا، دي فكره، مش فكره، ده اتنفذت بالفعل، والقرار ما تصدقي اتمضى بعد ما حلف اليمين كرئيس الولايات. اوكي، يعني اي حد دلوقتي يقدر يجيب اهله اللي موجودين في البلاد اللي كان عليها البان ومفيش اني مور بان. That's correct. طيب هل ده، عشان ده سؤال برضو يطرح نفسه، انا عارفه ان هو سؤال جنرال شويه، بس هل ده ممكن يدي فرصه للناس اللي في البلاد عامه تانية انها تدخل سياحه وتتقبل؟ عشان ده سؤال الناس كلها محتاره فيه. لا، بصي، الحاجه الوحيده اللي ممكن اقول لك ان هو سمح للدول دي ان هي تخش، بس منع دول كتيره اخرى ان هي ما تخشش. يعني مع الكورونا فيروس اجريشن منع الناس اللي تخش اللي هي من ساوث افريكا، اللي من البرازيل، كل دول الشنغن اريا كلها انكلودنج اليو كي وايرلند، منع تشاينا ليه؟ ان هو بسبب الكورونا فيروس، يعني فتح لدول ومنع لمجموعه دول اكتر من كده طبعا بسبب الكورونا فيروس. ففي حاجات اتعملت بوزيتيف بألم، وفي حاجات بألم تاني منع الدول اخرى من الدخول بسبب الكورونا فيروس. طيب هو في سؤال اول مره اسمعه، معلش انت اكيد فهتفهميه، من مايكل صلاح بيقول لو تتكرموا اي اخبار عن الغاء البروكليميشن، في حاجه اسمها كده؟ That's correct. في دلوقتي انتوا عارفين البروكليميشن بتاع بريزيدنت ترامب اللي كان منع الناس اللي هي تخش الاميرنت فيزا لحد 21 مارس 2021. دلوقتي الامريكان اميجريشن لور اسوسيشن لسه منزله ميمو النهارده الصبح، as a matter of fact، بتقول فيها ان هم بيتطلبوا او يلتمسوا من الرئيس بايدن ان هو ما يستناش لحد يوم 31 مارس، وان هو بيطلبوا ان هو يلغيها ازف الايام دي. ف
فاز اوف توداي بريزيدنت بايدن ما لغاهاش، واز وي ستاند توداي القرار ساري. ما من اعتقاداتي ان الرئيس الحالي مش هيمد البروكليميشن دي بيوند 31 مارس 2021. طيب هو طبعا تليفونات ابتدت واسئله كتير وصلت لنا اوريدي، بس استاذ جيهان قبل ما نكمل الاسئله انا عايزه اعرف الناس اللي عندهم جنسيه زي كندا او حد مثلا متجوز من حد مكسيكي، لان ده السؤال ده جالنا مرتين، هل يقدر يعمل ورق ويخش امريكا ولا لا؟ يعمل ورق big question mark، يعمل ورق بناء على ايه؟ هيعمل ورق بناء على marriage petition لو الكنديان او المكسيكان تحمل الجنسيه الامريكيه، ولا يعمل ورق تقصدي لجوء؟ لا، ما هو لجوء اكيد ده مش هينفع، مظبوط؟ That's correct. بس عنده اوبشنز تانية. بسألك انت بتسأليني سؤال يعمل ورق، الورق ده بيتعمل مليون حاجه، دراسه، استثمار، بزنس، جواز، لجوء. سو ممكن توضحي لي ايه نوع لا، الورق؟ هو بس حد بيسأل ازاي اقدر ادخل البلد وانا مصري كندي، ازاي اقدر ادخل واستقر في امريكا، فهو عنده اوبشنز كتيره، ممكن تقول لنا شويه اوبشنز لو سمحت؟ الكنديين ليهم يعني مجموعه قوانين اخرى، فور اكزامبل لو يلاقي اي حد يعمل له جوب سبونسر بيخش هنا على حاجه اسمها تي ان فيزا از ا كنديان. التي ان فيزا دي مش لازم يعمل ديبارتمنت اوف ليبر ويخش مليون زي ريكويرمنتس او متطلبات اخرى بتتطلبها اي وظيفه تانية او من اي دوله اخرى. كل اللي بيحتاجه ان اوفر لجوب بجواب وبيجي على الحدود الكنديه والامريكيه وبيقدم الجواب وبيثبت مميزاته او تاهيلاته، وبعدين بيتختم له بالتي ان فيزا. دي اسهل حاجه ممكن يخش فيها از كنديان، او لو عنده طبعا فرصة الاستثمار عشان عندنا اتفاقية النافتا ما بين كندا and the United States. اوكي، ممتاز. استاذ بسيط هو سأل السؤال ده، ممكن استاذ بسيط تكلم استاذ جيهان توماس في المكتب بتاعها، ورقم التليفون موجود على الشاشة، هيكون موجود طول الحلقة 310-203-2242. وممكن بعد اذنك استاذ جيهان، انا كان عندي محضرة اسئلة كتير مهمة، بس ممكن ناخد مكالمة او اتنين لغاية. اتفضلي، اول مكالمه معانا، اتفضلي بنت الرب تقريبا. هلو، اي يا حبيبتي اتفضلي. لو سمحتي، انا مقدمه لوالدي على الجنسيه في 2018. اوكي. وعملنا كل البايومتريكس والابوينت كان يوم 18/3/2020، ده كان اليوم اللي اتقفلت فيه اليو اس سي اي اس. فوجئنا بعد كده ان هم باعتين بدل الابوينمنت باعتين بايومتريك تاني، ورحنا البايومتريك، بس بعد كده فوجئنا ان الكيس از البروسيسنج تايم معديها. قدمنا انكوري في اليو اس سي اي اس وقالوا ان انتوا في الاوت يعني بره الاوت ستاندنج بروسيس تايم، وقالوا لنا استنوا ميعاد للانترفيو. فاحنا بقالنا كتير يعني اتس اولموست سنه على ميعاد الانترفيو اللي كان موجود متحدد قبل كده. شكرا. هو عندك اي سؤال تاني؟ ماشي، شكرا حبيبتي. استاذ جيهان، المواعيد في كورونا استاذ جيهان اتغيرت واتاخرت، ممكن تقول لنا شويه مواعيد بعد اذنك اتاخرت قد ايه؟ بالنسبه للمواعيد احنا طبعا عارفين ان كل ده اتاخر، بس الجود هوبس ان بريزيدنت بايدن وعد ان الفلوس اللي كانت محطوطه عشان يقووا الحيطه ما بين امريكا والمكسيك، الفلوس دي هتتاخد عشان تزود موظفين داخل محاكم الهجره وداخل مكاتب الهجره كلها، فبالتالي هيساعد زياده الموظفين، فهيساعد سرعه التحقيق في جميع الطلبات او الابلكيشنز المقدمه. فاصبري معانا شويه الله يخليك. طيب عامة استاذ جيهان، في حالات زي دي الناس تقعد تقول لك انا اعمل ايه؟ ممكن يكون المحامي بتاعي مش عارف يعمل لي حاجه، هل في حاجه ممكن تتعمل لما يبقى الوقت طويل؟ لا، بصراحه الحاجه الوحيده اللي هتقدري تعمليها في كورونا فيروس مش هتقدري تزقيهم اكتر من كده، لان في كلوجر وبيعملوا ليميتد انترفيوز عشان ما يجيبوش ناس كتير في نفس الوقت، فا اي ثينك الناس كلها لازم تستحمل شويه بسبب المرض المتفشي. اوكي، اشكرك جدا على التوضيح، ويا ريت يا جماعه نصبر شويه. طب احنا تقريبا معانا مايكل تقريبا، اتفضل يا مايكل. مايكل،
طيب لغاية ما مايكل يكون معانا. أنا معانا مايكل، حضرتك اتفضل يا مايكل. أوكي، في حضرتك أنا ومجموعة من زمايلي معروض علينا نرفع قضية K1 فيزا، حضرتك عارفة طبعا إن السفارة قفلت في مصر، فالمحامي قال نعمل لا سوت زي اللي حضرتك عارفة ميليجن فيرسس بومباي اللي أول قضية اترفعت وكانت كذبت. إحنا عطلانين بقالنا سنة فمش عارفين الخطوة دي صح ولا غلط، ومش عارفين طبعا حضرتك عارفة إن مش عارفين السفارة دي هتفتح إمتى تاني، السنة دي السنة الجاية. حضرتك قلتي قبل كده في فيديو سمعت حضرتك قلتي على شهر 9 أو 10 أو، فمش عارفين. هما فإيه رأي فعلا كانوا حضرتك يفتحوا حاجة زي كده؟ وقفلوا. يا أنا هقول لك بصراحة، يس ريتد من ديمس بتتعمل، بس ممكن يبقى عندك باكلاش. باكلاش يعني ممكن عارفة زي ما يقولوا انتقام أو باكلاش، أو إنه يطلعوا يفصصوا في الورق بتاعك ويطلعوا لك الخفايا وبعدين يقول لك مرفوض. فاللي بيعمل دايما الريتد من ديمس بيقول له لو سمحت لو سمحت. هما بتجبرهم ان هما ياخدوا نتيجه، بس ما تتوقعش ان ممكن النتيجه تبقى في صالحك او في ده. شكرا يا مايكل، ميرسي. انا كنت عايزه اتكلم يا ميرا على طيب التي بي اي الكوريين. اوكي، يا ريت لو سمحتي اتفضلي. انت عارفه طبعا ان كان الرئيس السابق موقف التي بي اس اللي جابت كتيره، وكان كل مره يجي لنا حد يتوقف. فانا الخبر الحلو للجاليه السوريه كلهم بقول لكم ان التي بي اس فتحت تاني. التي بي اس ده فتحت للناس ان هي تعمل ري ريجستريشن لو كنت انت اوريدي على تي بي اس وبتنتهي في مارس 2021، هيكون عندك فرصه انك انت تقدم مره تانية وتعمل ري ريجستريشن. ولو انت عمرك ما قدمت على تي بي اس برضه من حقك انك انت تعمل ابلكيشن حتى لو كنت داخل متاخر، يعني ما فيش اي ليميتيشن انك انت تقدم. فبنصحك انك اي حد سوري سواء حتى عنده معامله لجوء بيندنج ينتهز الفرصه ويقدم على تي بي اس بروجرام. بريزيدنت بايدن من ضمن البروميسز او الوعود اللي هو وعدها لما جه الاوفيس قال ان هو عايز يدي طريق تورز جرين كارد والجنسيه للناس الحامله على الحمايه المؤقته اللي هي تي بي اس. فده حاجة كنت عايزة أتكلم عليها فيها. طيب أوكي، وإحنا عارفين إن برضه في داكا فتحت. الداكا دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، وإن النهاردة بالذات تو سيناتورز قدموا اللي هو ليندزي جراهام ريبوبليكان واحد تاني ديموكرات، نزلوا دريمر اكت بتاع 2021 لسه مطروحه النهارده. كانت طبعا الدريمرز اكت اوف 2021 دي كان عليها خلافات كتيره، النهارده بس فقط نزل الخبر انه نزلت فور ذا كونجرسمان. لازم تعدي الهاوس ولازم تعدي السنت وبعد كده تروح لبريزيدنت بايدن فور سيجنتشر. هتقولي لي ايه هو الاكت ده؟ ايوه، الدريمرز اكت ده بيدي حق جرين كارد للناس اللي هم على داكا، فده خبر حلو جدا النهارده للناس اللي هي ممكن تكون اليجيبل او بارت اوف اليجيبل في الداكا. هتقولي طب الله مين هم الداكا بيبل؟ ايوه صح، هم الأطفال اللي جم هنا وهم صغيرين مع عائلتهم ولسه ما أخدوش ورق بسبب إن العيلة بتاعتهم لسه ما أخدتش ورق. فبالتالي بنبص على الأطفال اللي كانت هنا قبل 15 سنة، مظبوط، كانوا داخلين هنا وهم لسه تحت ال 16 سنة، وداخلين هم تحت ال 21 30 سوري تحت ال 31 سنة بتاريخ 15/6/2012، وكانوا فيزيكلي بريزنت في الولايات المتحده بتاريخ 15/6/2012، وكانوا يا حبايبي في السكول او بيخشوا كوليدج وما عندهمش اي فلني، ولازم يوروا فيزيكال بريزنس في الولايات المتحده من 15/6/2007 الى يومنا هذا. فدول الداكا از كرنتلي اوبن. فانا بنصح ان اي طفل من الاطفال اللي هم بيشمل عليهم هذه المنطبقات، هو في ناس بيقول لك تحت ال 15 وفي حته بتقول لك كان تحت ال 16، it's not under 15 so it says under 16 so I'm gonna go by that
ولو في اي حد من الجاليات بتاعتنا كلهم جم ولسه ما كانوش كملوا ورقهم وبينطبق على اطفالهم هذه المتطبقات، بليز قدموا عليها، لان النهارده بس في Dreamers Act of 2021 is just going through the Congress to hopefully pass the House والسنت. ولو راح طبعا للبريزيدنت هو من اكتر الناس المشجعين للدريمرز والداكا، ف we are hoping ان هو هيمضي ان شاء الله. شكرا جدا على التوضيح، ودي اخبار مهمه جدا. معانا استاذ احمد، اتفضل يا فندم. الو، مساء الخير. مساء النور يا فندم. لو سمحتي، انا ليا واحد صاحبي كان داخل امريكا في تاريخ 2017. هو يعني هو استاذني ان انا اتكلم بالنيابه عنه. اتفضل. هو حصل معاه ان هو تعرض لقضيه عنف منزلي في 2017. اوكي. تعرض لقضيه ايه يا فندم؟ عنف منزلي؟ عنف. تمام. والقاضي خرجه على مانجمنت كلاس. والكيس بتاعه بقى بسميث. هل هو المفروض انه يقدم على الجنسيه ولا هو محروم من الجنسيه؟ هو ده سؤالي. لازم اعرف الدومستيك فايلنس تحت ويتش بينال كود، كاليفورنيا بينال كود او انذر ستيت بينال كود. لو هو 275.6 داخل كاليفورنيا اتس فيري تاف. لو هو 245 اي في كاليفورنيا، لو اي ولايه ثانيه مش هعرف الا لما اعمل الريسيرش بنفسي، بس انا بكلمك بناء على البند القانون الجنائي في ستيت اوف كاليفورنيا اللي انا موجوده فيها. فاي نيد تو ذس وان. بس ان جنرال لو هو طلع عليه في 2017 وتحت بروبيشن ما يقدرش يقدم غير لما البروبيشن كله يخلص. هو حضرتك ما اخدش بروبيشن، هو طلع على حاجه اسمها دايفرجن، وقال لي ان انا طلعت على برنامج اسمه دايفرجن، اخذ كلاسات لمده شهرين والقاضي راح حذف له الجيل. حتى هو قال انا ما قلتش ان انا جيلت ولا القاضي، القاضي اتفرجوا على البرنامج ده على طول، لان دي اول قضيه في حياته ما حصلوش حاجه لا في البلاد ولا في امريكا. لازم حضرتك ابص على البينال كود اللي هيز بين شارج ويه. اوكي، شكرا يا استاذ احمد. ميرسي استاذ جيهان. احنا عندنا مكالمات كتير، بس عايز اقول للساده المشاهدين خليكم صبورين معانا. خطوره ان انت يكون عندك جرين كارد ويحصل تعمل اي مشكله، اذا كانت حادثه في الترافيك او سايق مثلا مش مركز او سكران او عنف اسري زي الحاله دي، ايه خطورتها وانت مع جرين كارد؟ طبعا في خطوره الناس ان هي تفقد الجرين كارد، زي ما كده بنقوله جرين كارد از ا بريفيليج اند نوت ا رايت. ا بريفيليج يعني ممكن يتاخد منك بسبب اي حاجه، ممكن اي ممكن يعني جات فور بيت تبقى سايق العربيه وحد يطلع قدامك غصب عنك العربيه تدوسه ويتخبط يحصل له حاجه راحت حياتك يعني. فدايما الناس اللي عندها فرصه ان هي تاخد الجنسيه بليز قدموا عليها الجرين كارد. لو ثبت في جرائم معينه بتاخد منك الجرين، وفي حاجات ما بتاخدش جرين بس بتمنع او بتاخر الجنسيه. فطبعا مجموعه الجرائم ما اقدرش اقول لك هي ايه وهي ايه، بس اتس فرايتي. يس، اللي بياخد الجرين كارد اواي وبيسحبك ويحطك في محاكم الترحيل، وفي بيأثر على الجنسيه او بيأخرها. فات ديبندز. اوكي، شكرا للتوضيح. وبعد اذنك ناخد مكالمه تقريبا معنا جورج. هالة، اتفضلي يا هالة. الو، مساء الخير. اهلا بيكي، اتفضلي. لو سمحت انا عندي كان ثلاث اسئله هقفل الاطاله. طيب ماشي، بس بسرعه قد ما تقدري، اتفضلي. اوكي، اول حاجه انا جوزي قدم على جرين في شهر 12 اللي فات، فكنا عايزين ننزل مصر في شهر 7، فعايزه اعرف هو الجرين بيقعد قد ايه وقت على ما يجي، ولو ما جاش لحد شهر 7 ممكن حاجه او ورق نعمله نقدر ننزل بيه مصر في شهر 7 ولا لا؟ هو واخد القضيه من ايه يا ماما؟ واخد الجرين من ايه؟ هجره. هجره، اوكي. اشكرك. هجره؟ مش فاهمه السؤال. الجرين من هجره يعني اوريدي دخل على ايميجرنت فيزا بس ما وصلوش الكارت في البيت. فهمت السؤال صح؟ طب بطي يا ماما التلفزيون واسمعينا من التليفون، وازاي واخدها؟ انا بسمع حضرتك من التليفون. طيب اتفضلي، هي بتقولك ازاي؟ سؤالك مش واضح حبيبتي، ازاي اخذ هجره معاه؟ انا عايزاك ترد على السؤال. ما هو معاه جرين بقى له 10 سنين وخلاص اكسباير. اكسبايرد، اوكي، جات ات. اكسبايرد وبيجدده من شهر 12 اللي فات، فكنت عايز اعرف قد ايه هيجي من لحد شهر 7، لو ما جاش نقدر ننزل مصر ازاي؟ شكرا. يس، ممكن حضرتك تروحي بالجرين كارد بتاعك والاكستنشن بتاعتك
على يو اس سي اس لوكال اوفيس ويختم لك انك انت تقدري تخشي تاني، مفيش اي مشكله، نوت ا بروبلم، بيختم لك ادمشن تاني عشان تقدري تخشي بيه، بس ما تقدريش تخرجي من غير الستامب اللي هيعملوا لك مكتب اليو اس سي اي اس. شكرا شكرا يا هالة. عندك سؤال تاني يا هالة لو سمحتي قبل ما نقفل؟ بعد اذنك. انا كان اخويا في مصر، والدته مقدمه له على ان هو يجي يلم الشمل بالجنسيه من 2016، فكنت عايزه اعرف هما دلوقتي شغالين في سنه كام. اوكي. وهو متجوز ولا مش متجوز؟ لا متجوز مع اطفال. بيعملوا شهر 6/2009. اوكي يعني تقريبا 7 سنين. انا اسفه. اتفضلي يا هالة. مصر، ينفع يجيب خطيبته بالفيانسيه ولا يجيبها بعد ما يتجوز؟ اني اطرح في الورق. شكرا، سؤال جميل. يو اس سيتيزن؟ هو سيتيزن. افضل يتجوز ويجي يعملها على الجواز. اوكي مش شكرا. ميرسي يا هلا. شكرا. معانا روجيه، اتفضل يا روجيه. هلو، مساء النور يا فندم، اتفضل. ازيك يا استاذ جيهان؟ انا ايوه انا ميرة، اتفضل استاذ جيهان. ازيك يا ميرة؟ اهلا وسهلا، اتفضل. بعد اذن استاذ جيهان كنت عايز اسالك على حاجه. انا جرين كارد لوتري جيت في 2017، نزلت مصر 3 مرات، قعدت كل مره حوالي 4 شهور، فكنت عايز اعرف هو انا في اي مشكله كده لما اجي اقدم على الجنسيه؟ لا يا فندم، في مره منهم انا كده ما قعدتش في امريكا اكتر من 6 شهور في السنه، مش في مصر، لا في امريكا. انا عايز اعرف هل ده صح؟ انا سمعت حد بيقول ان انا لازم اقعد في امريكا اكتر من 6 شهور في السنه، ولا ممكن تبقى مشكله بالنسبه لي لما اجي اقدم على الجنسيه؟ انت حضرتك طلعت مصر 3 مرات، خرجت 3 مرات، وكل مره كنت بتخرج فيها ما كانتش اكتر من 3 شهور. انا سمعت السؤال صح؟ جزء السؤال الاولاني صح؟ 3 شهور 4 شهور في الرينج ده. 3 4 شهور، لو انت كنت بتخرج كل سنه 3 4 شهور، معنى كده انك انت كنت تقعد هنا اكتر من 6 شهور، صح ولا غلط؟ لا، ما هو في الفترات مش بالظبط. يعني انا مثلا مره قعدت هنا 14 15 شهر ونزلت 3 شهور ورجعت تاني ونزلت 3 شهور، فيعني هي مش بالظبط. يعني الدنيا انا كل اللي يهمني الخروج بتاعك ما يبقاش اكتر من 3 شهور، وانك انت تحسب لما تيجي تقدم المده تبقى فيزيكلي بريزنت داخل الولايات المتحده لمده 30 شهر، وانت حسبها يا فندم من الباسبورت. شكرا يا روجي، ميرسي خالص. طيب قبل ما ناخد المكالمه الثانيه، معانا سؤال مهم من حسنى واصف، بتقول لو سمحتي الطفل جاء في نهايه شهر ديسمبر 2012 نيويورك وبقاله 8 سنين في امريكا، هل هو من ضمن اللي ياخدوا الداكا ولا لا؟ بتقولي البيبي جاء امتى؟ جاء في نهاية شهر ديسمبر 2012 نيويورك وبقاله 8 سنين. لا، لازم يكون داخل الولايات المتحدة بتاريخ 6/15/2007. سو نو. يعني أي حد بس قبل 15 2007. That's correct. قبل جون 2007، أوكي. طيب شكرا جدا، معانا المكالمة اللي بعد كده. ألو؟ ألو؟ طيب في بيقول، طيب دلوقتي اسئله كتير جدا يا استاذ جيهان، مينا وناس كتير جدا بيقولوا قدمنا الجرين اسايلم في شهر مارس، وفي ناس بتقول لك انا قدمت من 2017، في ناس بتقول لك انا قدمت من 2015، ايه الموقف دلوقتي بتاع الاسايلم؟ بالنسبه للاسايلم، انا الحاجه الوحيده اللي لمساها مكتب نيويورك دلوقتي تبعتي الابلكيشن على طول، يبعت لك المقابله، ما اعرفش ايه اللي حاصل في مكتب نيويورك، فالناس اللي قاعده في نيويورك يا هلا، بقول لكم احنا شايفين سرعه كبيره جدا في طلب المقابلات. بالنسبه لمكتب لوس انجلوس، عايزه اقول لك ان هو بدا يتحرك شويه، كل الناس اللي كانت ملغيه وكان جالها انترفيوز وقت الكوفيد 19، انا شايفهم كلهم دلوقتي بيتعود ان هم يرسلوا لهم المقابلات مره اخرى. هوبفلي بناء على الاقتراحات او الوعود من الرئيس الحالي انه هيدي ميزانيه كبيره عشان يعين موظفين ويعين اوضاع، ان كل الناس اللي متاخره دي هتتاخد وهيتحركوا، وهوبفي الناس بتاعت 17 و18 واللي بتقدم حاليا كلها تتاخد يا رب.
اوكي شكرا جدا جدا. قبل ما ناخد مينا كل الناس اللي بتسالنا على قبل ما ناخد امير كل الناس اللي بتسالنا على الجرين كارد هولدر، ممكن اتجوز حد جرين كارد وانا جوه امريكا واعمل لي الورق يا استاذ جيهان؟ يس ممكن يا فندم. لا طالما الجواز اتحصل بعد 90 يوم من دخولك والبيتيشن من جرين كارد هولدر لمراته از كارنتلي حاليا كارنت، يعني ممكن يقدم على طول ما فيش اي مشكله كانه يو اس سيتيزن. وحاجه تانية بالنسبه للسؤال ده، من ضمن وعود بريزيدنت بايدن ان هو عايز يعمل ريونيفيكيشن، يعني لم شمل العائلات، من ضمنهم اقتراحاته ان هو عايز يخلي جرين كارد يجيب مراته بسرعه كانه يو اس سيتيزن. دي من ضمن الاقتراحات المطروحه حاليا من الرئيس الحالي. اوكي شكرا، ده خبر جميل جدا. وناخد امير، اتفضل يا فندم. مساء الخير، ازيك يا امير؟ ازيك يا استاذ جيهان؟ اهلا وسهلا، اتفضل. بعد اذنك انا كان عندي استفسار. انا دلوقتي pending asylum case فلوريدا من سنه 2013 مكتب ميامي. عندي سؤالين دلوقتي. هل قرارات الرئيس بايدن هتشمل الحاجه زي يعني تخلي الموضوع عندي اسرع؟ ولو ما فيش القرارات مش هتشمل حاجه، في اي حاجه انا اقدر اعملها علشان اسرع الموضوع؟ شكرا، سؤالك جميل جدا. بيوتيفل. هوبفلي ده هيسرع المقابلات في جميع الولايات. مع السؤال، مكتب فلوريدا بالذات is a very tough office يا فندم. فاهم؟ أنا بكلمك بأمانة ومن خبرة. It's one of the tough offices، يعني عشان تاخد منه الـ approval is gonna be very difficult. Think twice. مش بقصر في مقاديفك، بس بقول لك it's a very tough office. أنا عندي واحدة يعني we went through hoops، لما بيقول لك معاجل عشان أقدر أجيب لها الـ appointment وتاخد الموافقة، بس they are very tough office. وعندي ناس كتيرة قوي بتوكلني محاكم من فلوريدا عشان مكاتب فلوريدا بترفض. بس to answer your question، yes ممكن تبعت inquiry، و yes President Biden واعد ان هو يعجل او يعمل الموظفين اكتر عشان يسرع في الـ adjudication of the petition. في حاجة تانية President Biden وعدها، واعد ان يعمل تريننج او تريننج اللي هو بيسموه ايه، تدريب لجميع الاوفيسز وجميع الموظفين عشان يخلوهم برو ايميجرنت. لان الاربع سنين اللي فاتت يا فندم كان الاتجاه ضد المهاجرين. انا ممكن ادي لكم مثل صغير حصل لي امبارح، وانا للاسف بقول لكم ده اللي حصل لي. في واحد كان محبوس من المكسيك، انتوا عارفين لما بيعملوا له الكريدبل فير او تحقيق الخوف بتاعه، ان هو لازم المحامي بتاعه يكون معاه، وانا قدمت ورق ان انا المحاميه. اتصلوا بيه في السجن، جابوه، قالوا احنا عايزين نتكلم معاك. قال لهم لا لو سمحت انا عايز المحامي بتاعي. قالوا له لا ده هي دردشه بسيطه مش لازم المحامي. قال لهم لا انا عايز المحامي. فعارفين عملوا ايه؟ قالوا له اوكي. كلموني اليوم اللي بعده قالوا لي انت حضرتك المحاميه، احنا هنعمل المقابله بكره. طب الساعه كام يا جماعه؟ الساعه 6 الصبح بتوقيت، يعني صحوني 6 الصبح. عارفوا عملوا فيا ايه؟ ده بقول لكم دي بقى من مكاتب ثانيه، من مكاتب فيري تاف، ارلينجتون فيرجينيا واحده منهم. جابني على الخط، سمع الموكل بتاعي ان انا موجوده، وساله this is your attorney is present، تك تك now we're gonna start، اسمك ايه؟ تاريخ ميلادك ايه؟ وعارف عملوا ايه؟ قفل عليا الخط. وقعدوا يستجوبوا الكلاينت بتاعي لمده 7 ساعات من غيري. اتصل بالرقم اللي هم اتصلوا بيا عليا فيه، بيقول لي رونج نمبر. ابعت ايميلات مختلفه لمكتب ارلينجتون اقول لهم انا كنت في وسط مقابله وقفلوا عليا الخط، بليز كلموني، ما حدش بيرد عليا. فانا دلوقتي بعمل كومبلين كبير، بس بقول لكم ده اللي بيحصل ان جنرال. دي ار فيري تاف ان جنرال. اوكي؟ يا بشكرك استاذ جيهان. انا عارفه طبعا انك هتعرفي تتعاملي معاهم في الموضوع ده، بس هو امير قال حاجه مهمه جدا. قال ان هو بيندنج من 2013 واحنا دلوقتي 2021، يعني انت بتتكلم تقريبا على 7 سنين. لان في ناس كتير قوي استاذ جيهان من 2015 بيندنج وعاملين الموضوع بيج ديل جدا. طبعا هو انا عارفه ان الموضوع بيج ديل، بس انا عايز اعرف هل المحامي ليه اي تاثير بالايجاب والسلب في ان هو يسرع القضيه؟ يا فندم اي محامي بيقول لك هقدر اسرع لك واجيب لك المقابله ده كداب رسمي، استحاله
الا لو رفع قضيه فيدراليه على الحكومه عشان يجبرها ان هي تدي الانترفيو. لكن يقول لك انا هقدر اجيب لك المقابلات وانا عندي ناس جوه او مش عارفه ايه، ده كله كذب وخداع. It's not true and it's unethical حتى ان حد يقول كده. المحامي ما عندهوش ان هو لما بيدوله مقابله اهلا وسهلا. بس الحاجه الوحيده اللي اقدر اقول لك عليها ال one only option ان هو يرفعه تقاضي ضد مكتب الاسايلم اوفيس. وانا بقول لكم حاجه انا ما برشحهاش لان بيبقى عليها السبب بيقولوا باكلاش او انتقام، ممكن يجيبك وبعدين يوقعك في شر اعمالك ويقعد يسالك ويطلعك كذاب ويجيبك مقابله تانية بعديها باسبوعين ويوقعك ما بين المقابله ويحولك محكمه باكلاش ما فيش عليه قضيه. ما فيش لزوم. الحاجات اللي انا برفضها ان انا اعمل ريت اوف مانديمس ضد مكتب الاسايلم اوفيس. انا عندي حالات يا اميره من 2015 مستنيه وطول النهار يقولوا لي انت مش عامله حاجه. لا انا مش قادره اعمل حاجه الا لو ارفع عليهم تقاضي، وانا ما بحبش اقاضي مكتب الهجره. وفاهم انه لو كان في وسعهم ان هم يدوني المقابله كانت تهنى. مظبوط. يس اشكرك جدا. معلش برضو سامحوني كل الناس اللي بتسالني على الفيسبوك، يعني مئات من الاسئله مش هنقدر نجاوب عليها كلها، بس ممكن ناخد مكالمه التليفون وبعدين نتكلم تاني. بيتر معانا، اتفضل يا بيتر. بيتر اتفضل. هاي ميرا. هاي هاي ميرا. هاي نجهان. انا بس كان عندي استفسار بالنسبه للكي 1 فيزا. انا في اللاست ستيج في الامتي أخذت معايد أكثر من مرتين، ثلاث مرات بالكنسل. دلوقتي يعني أنا مش عارف، هل أنت واتش ريكومنديشن، هل الواحد ممكن، أنا من مصر بس بحاول أتعلم، هل الواحد ممكن يرفع البيتيشنال لا سوت، وهل ده يبقى ليه فاصل، وهل دي حاجة أنت ترشحيها، ولا هل حضرتك عندك اي different recommendation او ممكن تشوفي ان الاستقالة تفتح anytime soon and they will process the case one by one. I think السفارة will process the case يا جماعة. هي just a closure because of the COVID-19. حتى لو عملت writ of mandamus ضد السفارة، السفارة تقول لك انا مش قادر افتح، انا I have a COVID-19 pandemic. والفيدرال كورت كان فورس السفارة انها تفتح وتعرض موظفينها كلها للخطر عشان تخلصك المقابلة. So I think any writ of mandamus at this point because in السفارة ممكن تقول لك البانديميك they won't justify it. So my recommendation انك انت ما تعملهاش. طيب معلش يعني حضرتك انا عندي برضك سؤالين تاني. طب دلوقتي ما عملهاش، طب انا استنى السفارة لحد امتى؟ ما احنا بقى لنا سنة ونص. Every single time they say like it's COVID and we don't know how long it's going to stay. طب يا فندم انا عايز اقول لحضرتك حاجة. ما انت عندك دلوقتي الكوفيد ده في العالم كله، هم مش بيقولوا لك الكوفيد، هم فعلا عندهم الكوفيد. يعني it is a reality. ومصر بالذات كان فيها تفشي فظيع يا فندم. مش انا مع حضرتك، طب ما حضرتك بتقولي ان السفاره مش مفتوحه due to COVID. But in the same time they are processing like some other visa like say in December and January they process about 657 non-immigrant visa and 56 visa for immigrants. So they are processing some type of visa. And I maybe do have some processing, other people like... Maybe they're processing, for example, U.S. citizen spouses as opposed to a fiancé. Who knows? No, they're not processing like spouse visa. They're processing like all type of visa. I'm talking like 657 and 56. They're like all various of types of visa. It's not only one type. شكرا يا بيتر. طب بص هقول لحضرتك حاجه بس عشان اديله اللاست. بليز حاول تبعت انكويريز، جيف ات وان مور تايم شوت وذ يور كونغرسمان اند سي اكزاكتلي اف هي كان هيلب. شكرا يا بيتر. ودي مشكله عالميه يا جماعه ولازم نصبر شويه، اذا كنا جوه امريكا او بره امريكا السفارات كلها قلقانه وقافله. طيب قبل مامة مينا تكون معانا، في سؤال من تكساس. اخت بتقول انا مش مرتاحه مع محامي، انا مقدمه لجوء مش مرتاحه مع محامي ومش مرتاحه في الولايه، انا عايزه انقل من الولايه وعايزه انقل مع محامي تاني، ايه الولايات اللي حضرتك ممكن ترشحها لي علشان اللجوء؟ انا برشح كاليفورنيا، برشح اريزونا، لاس فيغاس، برشح سياتل. اوكي. برشح بورتلاند اوريغون.
بس دي حاجه بوسيبل ان حد يحول او ينقل من الولايه فينقل الكيس بتاعته معاه. لازم يكون محول ولازم يكون عايش في الولايه بينقل فيها، ما يقدرش يحول أيوة. يحط عنوان، لازم يكون عايش في المكان اللي هو هينقل فيه. اوكي شكرا جدا. احنا تقريبا معانا مامت مينا لو انا كنت سمعت صح. الو ايوه اتفضلي يا فندم. يا حبيبتي ازيك يا نيره؟ اهلا وسهلا. اهلا دكتوره جيهان. اهلا بحضرتك. ازاي؟ اي بابا محكي بس يكلمني على المكتب ومصمم يكلمني على المكتب. يا جماعه رقم 310 ده بتاع استاذه جيهان في المكتب، كلموها يوم الاثنين. عندي ناس، في واحد عمال مصمم يكلمني رايت اند ليفت. 919 ده رقم الشانل يا جماعه، ما حدش يكلم 310 غير يوم الاثنين ان شاء الله. اتفضل. حد بيكلمني دلوقتي؟ طيب معلش نقفل يا جماعه، ما حدش يضايق رقم 310 غير يوم الاثنين ان شاء الله كلموا المكتب. يعني مش عشان حاجه، عشان بس انا لايف معاكم على التليفون وبيتكلموا للمره الثانيه، مش عارفه ايه اللي بيحصل، فمش بس تحت امركم. ميرسي. اتفضلي يا مامت مينا. ايوه حبيبتي. ايوه دكتوره جيهان، لو سمحت لي سؤالين على الجنسيه. اتفضلي. ايوه حبيبتي، انا جوزي قدم للجنسيه وكان يوم 6 يناير، بس هو يعني قالوا له، ادوا له مهله ثاني 60 يوم، قالوا له ان الورق بتاعك اتقدم متاخر. قدمت بعد 6 شهور، فروحنا جبنا توقعات ثانيه جديده من الدكتور فاميلي وكده اهوت، وجبنا ورق جديد. هو لما هيجي يروح دلوقتي ميعاده اول 7، هو للاسف جات له تعب الاسبوعين، من اسبوعين جات له جلطه، فمش بيقدر دلوقتي يتكلم كويس. لما يروح المقابله يوم 6 مارس، هل دوت ممكن يقولوا له قول القسم او كده؟ يعني هل ده ممكن يترفض ولا نعمل ايه؟ ده اول سؤال. اتفضلي سؤالك الثاني ايه؟ معلش اتفضلي. السؤال الثاني ده خاص بيا انا برضو عندي جنسيه، وبرضو كان ليا مقابله من قيمه اسبوعين، وبرضو قالوا لي اللي كانت بتناقشني برضو اجلتني 60 يوم، وقالت لي انت كلامك مش مطابق للي في الورق بتاع دكتور الاعصاب. انا مقدمه على الاعصاب، انا ما بتحملش، ما بقدرش اذاكر خالص ولا حتى احفظ عربي، يعني المخ يعني تعبان. طب هل انا عندك ورق من الدكتور او حاجه؟ ايوه معايا ملف، ايوه معايا التقرير من الدكتور. اوكي طيب مفيش مشكلة، هي أستاذة جيهان هتكون معانا كمان دقيقتين وتقدر تكمل الأسئلة. أنا عايز أقول لك السؤال يا نيرة. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. أيوة، فأنا دلوقتي أنا قالت لي هي كلامك مش مطابق للي في التقرير. كلامك مش مطابق في التقرير. أروح معايا لنفس الدكتور الأعصاب ولا أروح لدكتور أعصاب تاني ويعمل ورق جديد وآخد محامي معايا؟ اوكي طيب خليني نطلع بس فاصل صغير ونرجع مع استاذ جيهان توماس كمان دقايق ونكمل جميع اسئلتكم. خليكم معانا فاصل صغير. طب انا اقفل التليفون يعني. حبيبتي اقفلي وانا هقول لها السؤالين بتوعك وهخليها ان شاء الله تجاوبك. اشكرك جدا وخليكم معانا فاصل صغير. انتظرونا وفاجئ برنامج اسال مع ميرا وحلقة خاصة جدا عن التغيرات الجديدة في قوانين الهجرة وقضايا اللجوء مع المستشارة جيهان توماس. أعزائنا المشاهدين رجعنا لكم تاني واسأل مع ميرا أستاذة جيهان توماس المستشارة المحامية المتخصصة في شؤون الهجرة. بنعتذر جدا عن العطل الفني، وعايزة أقول لكم أن كل حاجة حلوة لازم نستنى وننتظر وعلشان نقدر نستفيد منها. وانت حلوة قوي يا أستاذة جيهان والحلقة بتاعتك جميلة جدا وهنستفيد منك. أنا أسفة ليكي وللقناة ولجميع المشاهدين على العطل الفني ده. لا مفيش أي حاجة، بقولك إحنا دايما الحاجة الحلوة. أنا بستناكي بالشهور وبالسنين عشان تطلعي معايا أستاذة جيهان، مش هستناكي شوية صغيرين. نور البرنامج بتاعك كله يا حبيبتي. شكرا بنورك انت. استاذه جيهان احنا هنرجع تاني، كان في مامت مينا قبل ما نقطع اتكلمت على سؤالين في مشكله الجنسيه، بتقول انها راحت للدكتور بتاعها عمل لها تقرير لانها فعلا بتنسى، جت الاوفيسر قدامها هي قالت كلام منافي للكلام اللي موجود في تقرير الدكتور، فالست قالت لها انت كلامك غير مطابق، فهي الست دلوقتي قلقانه طب انا هعمل ايه؟ هروح بنفس الدكتور ولا اروح بدكتور تاني؟
لا انا الحاجه الوحيده اللي هقولها للناس اللي هم بيقدموا الجنسيه حاليا طبقا للقوانين الحاليه اللي هو سابها لنا بريزيدنت ترامب، دلوقتي لما تيجي تقدمي على الجنسيه الان 400 لازم يكون جواب الاعفاء بتاعه اللغه مرفق مع الاستماره، فدي الحاجه الاساسيه. نمبر 2 بقى في تصعيب كبير جدا على الناس اللي هي بتطلب الاعفاء، وتصعيب اكتر على الدكاتره اللي هي بتكتب هذه التقارير. فلو لو هم هيئه الهجره لقت تناقض ما بين اللي هي بتقوله واللي حاله الدكتور محطوط فيها، هتبقى التشانسز بتاعتها اقل في المره الجايه، سواء قدمت نفس الدكتور او قدمت جواب من دكتور اخر. بنصحها لو هي فعلا واحده عندها دايمنشا او الزهايمرز، هي الاستثناءات الوحيده اللي هم بتتقبل من هيئه الهجره، لازم يكون معها ام ار اي وكات سكان على المخ بيثبت هذا التشخيص. اشكرك جدا، فياريت الورق الدكتور ده مهم جدا ان هو يكون، ولازم يكون طبعا متخصص يا استاذه جيهان، مش اي دكتور، لازم يبقى دكتور مخ واعصاب بورد سيرتيفايد عشان هم اللي بيكتب الجوابات دي. اوكي ماشي، شكرا جدا استاذه جيهان، ويا رب يا مامة مينا نكون جاوبنا على سؤالك، وانا بعتذر لكل الناس اللي كانت منتظره على التليفون. وناخد سلوى معانا، اتفضلي يا سلوى. مساء الخير، وعايزه بس قبل ما سلوى تقولي سؤالك، يا جماعه كلمونا على 919، ولو سمحتوا محدش يتكلم خالص على 310، لان لو حد اتكلم على الخط ممكن يقطع، فارجوكم اتكلموا على 919. اتفضلي يا سلوى. شكرا سياده المستشاره، يعني مبسوطه اني بكلم حضرتك كتير، دي اول مره، اتمنى من ربنا انك تحليلي مشكلتي. اتفضلي يا سلوى. متشكره. والدتي عندها دايمنشا ودي حقيقة، وإحنا بنتابع مع الدكتور من فترة كبيرة، يعني بقى لنا 3 سنين. هي مقدمة على السيتيزن 27 نوفمبر 2018، معاد المقابلة كان 17 مارس 2020. ظروف الكورونا كل حاجة اتقفلت زي ما حضرتك عارفة. 10 فبراير 2020 جالها بصمة تاني، عملنا البصمة برضو كل حاجة مقفولة، اتصلنا بالانكواري قالونا ان هي اوت اوف بروسيسنج تايم، وبعتولنا جواب كده يوم 9 ديسمبر 2020. يعني طبعا عارفة ان احنا المفروض ان احنا ننتظر، بس السؤال لحضرتك، ليه سؤالين من فضلك. في ناس قالوا لي ان احنا ممكن نقدم، احنا عامه اللي بعمل لها الورق ده، انا معيش محامي، سؤالي هل حالتها محتاجه محامي ولا اقدم على حاجه اسمها سيناتور اللي هو مجلس الشيوخ، في حاجه ثانيه برضه زميلي قالوا عليها اسمها OMBUDS-MAN. هل انا لسه سامعه حضرتك بخصوص الام ار اي، هل لما يجي لها ميعاد المقابله محتاجين نعمل حاجات اللي حضرتك قلتي عليها دي ولا لا؟ وكتر الف خيرك لو ساعدتيني. خليني اسالك اهم سؤال، هل الورق بتاع الاعفاء اتقدم على الابلكيشن ولا لسه ما قدمتوش؟ لا ده حضرتك كل الورق كله معمول ومتوافق عليه من 2018. لا مش بتوافق عليه، قدمت ورق الاعفاء بتاعت الدكتور وانت بتقدمي على ورقه اللي ان فور هاندك ولا لا؟ نعم او لا؟ اللي انا اعرفه ان انا قدمته تقرير الدكتور ارفقته مع الابلكيشن. اوكي، يبقى حلك الوحيد عشان تستعجلي الجنسيه انك انت تروحي الكونغرسمان، هم يساعدوكي في تعديل ميعاد المقابله. حاضر، حضرتك ممكن اسمهم تاني من فضلك؟ لاني انا اللي بعمل. الكونغرسمان بتاعك، الكونغرسمان اللي هو في المنطقه بتاعتك، طالما انت قدامك مقدمه الورق اوريدي مرفق مع الابلكيشن، افضل انك انت تاخدي الام ار اي والكات سكان اللي على المخ بتاعها عشان نوري ان هي عندها فعلا دايمنشا، وتتواصلي مع الكونغرسمان بتاعك عشان يعجل لك الميعاد، وربنا يباركها يا رب.
ميرسي. وهتلاقي اسم كونجرس يا سلوى على الانترنت في جوجل، هتكتبي اسم المنطقه بتاعتك وكونجرس مان، هيطلع لك اسمه ورقم تليفونه والمكتب وكل حاجه. شكرا جدا ليكي استاذه جميله، شكرا. ميرسي استاذه جيهان. جالي سؤال مهم من ريمون شنوده، بيقول انا مراتي كانت كنديه موجوده هنا، عملت لها كل الورق وجالها الورك بيرميت، سافرت بيه تزور اهلها في كندا، وهي راجعه وقفوها في المطار وقالوا لها الورك بيرميت بتاعك اكسبايرد، ما تقدريش تخشي البلد. ايه موقفها؟ يا رب اكون قلت السؤال صح. لو كان مطلع لها ورك بيرميت بس ما تقدرش تخش بيه، كان لازم يطلع لها حاجه اسمها ادفانس بارول عشان ما اقدم المعامله، فعشان تقدر تخش بيها مره ثانيه طالما الاي 130 اسباني. فهو كده اجرم في حقها ان هو ما طلعهاش بادفانس بارول، دلوقتي مش هتعرف تخش، لازم يخلص الاي 130 ابروفر ومش هيقدر. ولو كان مقدم اي اوراق للجرين كارد بتاعتها هتتوقف، ولازم يكمل لها الورق عن طريق الناشونال فيزا سنتر واليو اس امباسي ان كندا. يعني لازم يتواصل مع محامي ويقدر ديفينتلي يا اما الورق كله هيبوظ. ريمون يا ريت تقدر تتواصل مع محامي انت بتثق فيه وبترتاح له، او محاميه او تقدر تساعدك. فاشكرك جدا. وموضوع محلول يا استاذ جيهان مظبوط؟ لا موضوع محلول، بس عشان هو خرجها بالورك بيرميت كنت بيخرجك حاجه اسمها ادفانس بارول. اوكي ممتاز جدا، اشكرك جدا. ومعانا مايكل، انا عندي اسئله كتير مش عارفه اقولها من المكالمات، بس اتفضل يا مايكل. اهلا وسهلا استاذ ميرا. اهلا وسهلا استاذ جيهان، اتفضل. اهلا بحضرتك يا فندم، ازيك؟ ربنا يخليك. انا عندي سؤال مهم بخصوص الاي تي في الفيزيكي. اي 7 ثيري اتفضل. انا عندي ثلاث حالات اي 7 ثيري، اخذت عليهم ابروفال في شهر 6 اللي فات تبع مكتب في تكساس. بعدها بشهر او اثنين نقلت كاليفورنيا، تمام. بعد كده راح نقل الثلاث حالات بتوع الاي 7 ثيري للمكتب نبراسكا، وبدا يحصل ريبروسيسنج للورق تاني. من ضمنهم حاله خدت ابروفال تاني في شهر اكتوبر، والحالتين التانيين لسه ما خدوش فيهم اكشن. السؤال هو الحاله اللي خدت ابروفال تاني تو تايمز، بعت لي ايميل اول امبارح بيقول ان انت لازم تملى فورم مع اي 824. انا ما سالت كذا حد قال لي الموضوع ده احنا هنقول، لان انا كنت بحاول معاهم من بقالي سبع شهور اخذت الابروفال نص، المفروض يحول الورق ناشر في السنتر، ودخلت الكونجرس مان بيكلمه اكثر من مره، ولقيت ان بقالي سبع شهور ورا ما اعرفش ناشر في السنتر، وفي نفس الوقت طالبين من الحاله اللي هي خدت ابروفال تاني ديت من مكتب نبراسكا الفورمه بتاع الاي 824. فسؤال حضرتك في لخبطه كتير قوي في الفرق بتاعك، في عندك اكتر من ابروفال على حاله، ولو بعت الحالات كلها مع بعض ازاي الحالات كلها مش متوافق عليها في نفس الوقت؟ في حاجه كده مش مظبوطه فيه متلعبك، انت اللي مقدم الورق لوحدك ولا حد كان مساعدك ولا ايه بالظبط؟ لا انا حد كان مساعدني، بس انا اوريدي خدت الابروفال في شهر 6 ومعايا الابروفال دوكيومنت اساسا بتاع الحالات كلها بتاعتك اللي هي كل العيله اللي هي ممبرز اوف اي 730؟ بتاع ثلاث حالات. اوكي. بعد يبقى كده انت دلوقتي في البايب لاين بتاع الناشونال فيزا سنتر والسفاره صح؟ بالظبط كده. بعد كده بعت ورق تاني لبراسكا وبدات اخد بوستين تاني ورق، وبعد كده ببيعهم هنا هروح مرجعين ورق حالتين تاني لفيكسز. بس هو سؤالي ايه الفورمه بتاع اي اف 824 ديت؟ انا بعمل عليها سيرش بيقولوا ان انت عشان نبدا 824 دي ما بتتعملش، هم ساعات بيطلبوا منك انك انت تملى اوراق اللي هي بتاعت الورك بيرميت والحاجات دي بتاعتهم اللي هي متطلبه من الام في سي عشان تتبعت للسفاره يا فندم. طب مدام جهان انا عايز حضرتك تعديل الموضوع ده اكتر. انا على فكره حاولت اكلم المكتب بتاع حضرتك اول امبارح بس مش عارف اكلم حضرتك. لا اكيد حضرتك قالوا لك لو عايز تعمل استشاره مدفوعه عن طريق المكتب، وبتهيألي ده اللي بيحصل للناس اللي بتتكلم استشارات، لكن انا دايما بطلع على الهواء تقريبا دلوقتي كل اسبوع برد على الناس، فسامحني لو كلمت المكتب وقالوا لك استشاره مدفوعه للمكتب وحضرتك ما قدرتش توصل. طب نصيحه حضرتك ليا اعمل ايه بقى؟ نصيحه حضرتك ان حضرتك انت في اي ولايه؟ كاليفورنيا. طب يا فندم ممكن تبعت الايميل ده لاي محامي هنا هو اللي حضرتك تستريح معاه، سواء مكتبي سواء مكاتب اي حد من زمايلي،
وتوري له بالظبط الام بي سي يعمل ايه وخلي محامي يكمل الورق من هنا. طيب انا ممكن اعمل الكلام ده مع حضرتك مش مشكله. المطلوب ابعت ورق الكلام ده حضرتك على الايميل في على ايميل حضرتك. يعني انا عايز تكملي معايا في القصه دي. كلمهم يا فندم معايا في المكتب وهم يقولوا لك بالظبط ايه اللي لازم تبعته لي والاستشاره حسابها كام وما عنديش اي مشكله ممكن اساعد. شكرا جدا. يعني ملناش الفورمه دلوقتي اللي قاعد 824 عايز اتاكد ايه المطلوب منك بالظبط تعمله من الايميل اللي جاي من ناشونال فيزا سنتر. شكرا يا فندم. شكرا. الحاجات دي يا جماعه مهمه جدا جدا. استاذه جيهان معايا كذا سؤال. حد بيقول انا مع باراليجل وعرفت ان في برضو حكم بايدن الجديد ان في حاجات ممكن المحامين يعملوها او يحطوا اسمي على الويتنج ليست وانا عايز احول من باراليجل لحد من المحامين. ممكن تقول لنا طبعا الباراليجل يعني ناس برضو كلهم كل الناس بتاكل عيش بس انا اهميه وخطوره قضيه اللجوء بتاعتي انها تكون في يد امينه وحد فاهم القانون كويس. انا من اكتر الـ الناس اللي بتقول لازم تستخدم محامي مرخص معاه الرخصه بتاعته عشان يقدم لك القضايا بتاعتك لان كل القوانين بيبقى فيها ايفولفينج وكل يوم بيطلع لنا قرارات مختلفه. مزبوط. احنا يا محامين معانا الرخص مش ملاحقين لازم نتتابع باستمرار الحاجات اللي بتدفع فلازم اي حد يروح لحد مختص. فانا ما انا مش من الناس اللي بتايد الباراليجلز واللي هيسمعني من الباراليجلز هيزعل مني يقول لك جيهان وجيهان بس سامحوني كل واحد ليه مهنته. انا اخذت 7 سنين عشان اتخرج من كليه الحقوق وبعدين اتخصص فاكيد الخبره او خبره زميلي واحد دي بتبقى ليها سعر تاني. فلما بتبقى حياتك انت وبتشمل حاجه مهمه في حياتك لازم تروح بحد مختص لازم تروح بمحامي ذاكر وفهم القانون وذاكر القانون ومارسه وعارف ايه تفاصيله. الباراليجل بيبقوا ناس مترجمين او ناس جايه من مصر بشهادات مختلفه وبيقول لك بالفهلوه اتعرفت فذاتس نوت كوركت اند اي دونت لايك ات ما بحبش يعني اغلط في اي حد. بس لما انت عيان بتروح للدكتور وبتروح للدكتور شاطر ما بتروحش الممرض عشان تيجي تقول لك انا اصل كنت بشتغل مع الدكتور اصل هو لما حد بيتعب بالمنظر ده بيدي الدواء ده it does not work that way. في ميني ايشوز وفي كل كيس بيبقى ليها الكومبليكيشنز بتاعتها ف that's separate and apart من الستاند ليست اللي هو عايز يحطها. انا بتكلم in general. Yes. In general. Okay. وانا اكم من قضايا بتجيلي already complicated من حتت ثانيه وببقى حتى لو انا مثلا ام فيري كليفر ببقى في حاجات معضله فيها مش عارفه اعمل فيها ايه. يعني هقول لكم مثل بسيط. أنا كان في حد كان جات لي مش فاكره من سنه تقريبا واحد لبناني باراليجل محضر له القضيه قال ان هو انضم لحزب الله وحزب الله شغلته ان هي تروح تلم لها فلوس تو فاند اورجانيزيشن. ده بهدل نفسه ده انا ازاي اساعده. دي قضية مثلا أنا رفضتها لأن مش هقدر أديله اللجوء لأنه ساعد مجموعات إرهابية لأن حزب الله من تير 1 تيرورست أورجنايزيشنز. أنا بقول لك مثل بسيط من واحد باراليجال بهدل شخص. أيوة صح يا جماعة يا ريت نصل يعني وإحنا نشكر ربنا عندنا محاميين شاطرين جدا جدا ودايما بيطلعوا بيتكلموا فيا ريت نختار أكتر حد إحنا مرتاحين له نفسيا. شكرا جدا لتوضيح أستاذ جيهان توماس. وإحنا معنا علا تقريبا. علا تفضلي. مرحبا. أهلا مرحبا بيكي. كيفك الحمد لله. كيفك مستشارة جيهان. أيوة هي معاكي. شكرا تفضلي. أهلا. أنا أخذت الأسايلم أبروف وقدمت على الجرين كارد واستلموا الجرين كارد تقريبا بجانوري 14 ماشي ولحد الآن ما وصلني أي رسيد أو أي شيء بس هو وصلك إن هو استلموه ما وصلني لسه ما وصلني أنا خلال مراقبتي للبريد إنه هو وصل لعندهم ب 14 شهر فما اجاني اي ورق او شيء انه هن استلموه فهذا هو شيء طبيعي حابه استفسر.
That's correct. ده شيء طبيعي في الفترة الحالية. لو حضرتك كمان تروح على الفيسبوك بيج بتاعتي وتتابع الفيديوهات بتاعتي الفترات الأخيرة اتكلمت فيه على التأخير للإيصالات للwork permits والgreen card. عندنا تأخير فظيع بأكثر من 60 و90 يوم بسبب نقص في الموظفين، نقص في البادجت، ونقص في الناس اللي عاملة بسبب الكورونا فيروس. ثلاث أسباب مسببة عجز في إصدار هذه الإيصالات. وهذا الشيء طبيعي يعني ما له. That's correct. شكرا. ميرسي ميرسي. طيب هند ولمار بيقول انا اسمي محمد، انا معوق معايا فيزا سياحه وعندي مشاكل، يعني انا مش عايزه اقول المشاكل اللي هو كاتبها، بس بيقول هل انا تنصحيني اعمل لجوء ولا لا؟ ممكن اعرف بس عشان تعمل لجوء لازم يبقى ليها اسبابها الى اعاقه، مش يعني لو حطيتها على الاعاقه فقط it's not my best case، لازم تبقى اعاقه وحاجات تانية يا فندم، فلازم اعرف حيثيات القضيه عشان اقدر ارشحك اذا كان ممكن حاجه دي تقدم فيها او لا. اوكي هند ولمار، انصحكم تكلموا استاذ جيهان توماس يوم الاثنين ان شاء الله، ابتدوا كلموها لو سمحتوا على 310-203-2242. الحاجات دي بتبقى حساسه جدا وفيها يعني ديتيلز كتيره قوي. معانا شيرين، اتفضلي يا شيرين. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. معلش يا فندم، انا مرصدت حضرتك. اهلا بيكي. ممكن اقدم بصوت؟ ياس ياس معاكي، اتفضلي. والله يا فندم انا كنت دخلت فيزا سياحه في الاولاد من 2016، وبعد ما دخلت ب 20 يوم اتحذفت ان انا حد من القضيه تخلص، هم بصراحه قعدوني ما رضوش يخلوني امشي. فبعدها ايه كده؟ وبعدين تمشي، ده اللي انا سمعته. الفيزا ضاعت عليا. الفيزا ضاعت عليكي ازاي؟ انت دخلتي البلد ولا ما دخلتيش؟ دخلت يا فندم. انا هيك حصل اعتداء وسرقه. اعتداء وسرقه. ايوه. طب حلو قوي. اوكي. بعد اجيب تشريفي انا كنت طيب. طب بعد ما حصل اعتداء والسرقه ما قدرتيش تطلعي بره البلد ليه؟ ما تحرش يا فندم، تحرش خلاص الفيزا قدمتي على يو فيزا؟ قدمتي على يو فيزا؟ ايوه يا فندم قدمت 5/5 شهر 5 وقدمت على فيزا من اعلى تمنيه تحت بند اليو فيزا. يس. ايوه يا فندم انا قعدت تحت البند يو فيزا، بس من ساعتها ما فيش اي حاجه والتحول ما خلصش. هقول لك حاجه، اليو فيزا دي بتقعد بالاربع خمس سنين، لان عندنا 10,000 فيزا في السنه من مقترحات بريزيدنت بايدن ان هو هيزودها ل 30,000 فيزا في السنه عشان الناس تتحرك شويه بالنسبه لليو فيزا. بس اليو فيزا عندنا بتقعد بالاربع خمس سنين لحد ما بتاخد بروسيسنج عشان كميه الفيزاز اللي موجوده throughout the US 10,000 فقط. فهوب في انت عايزه تقول لنا 30,000. انا سؤالي لحضرتك ماشي، يعني ايه حصلش ما حد تقدم لقاحات معينه ناس او شركات الناس ما حدش بيقول ان ما فيش القضيه مش بتتحرك وما حدش اتقدم في المحاكمه؟ لا دي حاجه جنائيه انا ماليش دعوه بيها. فهمتي؟ ما انت قلت يا فندم هل ده ياثر مثلا ممكن يروح؟ لا دي مش هياثر على اليو فيزا طالما البوليس اوفيسر اوريدي سيرتيفايد ذا كيس وادالك السيرتيفيكيشن واستخدمت السيرتيفيكيشن انك تقدمي القضيه، ما لهمش دعوه بايه اللي هيحصل. الشخص ده هيتعاقب او مش هيتعاقب دي مش هتبقى ريليفنت بالنسبه لنجاح قضيتك بتاعه اليو فيزا. شكرا. رغم ان البنت معلش الصوت يا ماما بيقطع شويه حبيبتي، ما فيش اي مشكله. استاذه جيهان قالت لك ما فيش اي مشكله في الفيزا بتاعتك وكل حاجه يا جماعه متاخره دلوقتي، مفيش مشكله. استاذه جيهان انا بزعل قوي لما الناس بتبقى قلقانه قوي ان فعلا كل حاجه اتاخرت اربع وخمس وست سنين. انا عارفه ان طبعا هم مستعجلين وعايزين ياخدوا ورك بيرميت وعايزين ياخدوا الجرين والجنسيه، لكن هل في اي خطوره ان انا ابقى قاعده ست او سبع سنين في البلد معيش غير ورك بيرميت وسوشيال سكيورتي؟ لا طبعا
هي بيني وبينك انا لو حطيت نفسي في مكان الكلاينتس بتاعتي هقول لهم انا زعلانه زعلانه زعلانه، بس مش عارفه اقول لكم ايه. يعني اي واحد طبعا عايز يخلص ورقه وعايز يعرف مصيره، هياخد القضيه مش هياخد القضيه، هيتوافق عليه، هيمشي قرار ايه، عاش وعمل انفستمنت لوقته وحياته وعيلته داخل البلد. فانا عارفه قلق الناس كلها، بس عايزه اقول لكم اللي حصل داخل الولايات المتحده الفتره الاخرانيه، يعني غصب عن الحكومه، واللي زود البلد تيم الاداره السابقه اخذت الناس بتاعه 2000 اللي هي بقى جايه من اول 2018 وسابت الناس القديمه اللي هي من 15 و16 و17. هوفلي الرئيس الحالي في الاربع سنين الجايين دول يقدر يزود الموظفين ويخلص للناس كل الناس اللي هي متعطله دي انكلودنج المدام بتاعت اليوبيل. طيب شكرا جدا ليكي. الناس اللي بتسال على ان هما مقدمين معانا، ساميه بتقول انا قدمت لابني تحت 21 سنه ومعايا جرين كارد، وطبعا هو سنجل، ممكن يجي له الورق امتى؟ لا تحت 21 سنه البيتيشن از كارنت سو اتس فيري جود، يعني ممكن تجي له على طول، بس لو هو خارج الولايات المتحده هيكون طبعا متاثر بالريكويرمنت الناشونال فيزا سنتر بتطلبها وفتح الصفات عشان طلب الانترفيو. لكن لو الشخص ده او الطفل ده داخل الولايات المتحده مفيش اي مشكله، ممكن بتعمل زي ما بيقولوا ايه الادجستمنت of status وبياخد الجرين كارد من داخل الولايات المتحده بعد 90 يوم من دخول. طيب احنا معانا مرقص، بس قبل مرقص في سؤال سهل قوي بس اتسال لي كذا مره من مون عمر، بتقول انا بنتي كنديه ازاي اقدم لها الجنسيه، انا خدت الجنسيه 2019. لا ممكن تقدمي لها، ما فيش اي مشكله، بتعملي فورم اسمها I-130 وبتقدمي بروف العلاقه اللي ما بينك وما بين بنتك وبروف انك انت جنسيه وجود لك، بس طبعا فلوس هيئه الهجره. طيب شكرا جدا على الاجابه، ومعانا اسئله كتير ممكن ناخد مرقص. اتفضل يا مرقص، ويا ريت السؤال يكون بسرعه. اتفضل. مساء الخير يا زميله. مساء الخير يا استاذه، منورين الدنيا. شكرا، الله يخليك يا ربنا يخليكي. سؤال حضرتك دلوقتي، انا معايا جرين كارد عن ايطاليا والباسبور بتاعي انتهى ومحتاجه اجدده عشان هبيع اصول عندي في مصر، هل في مشكله ان اجي اقدم على الجنسيه يقولي لي جددت الباسبور ولا عادي؟ يعني انا ما افضلش، لو هتسالني هقول لك اعمل ريفيوجي ترافل دوكيمنت، طبعا تبقى مشكله انك داخل بيه مصر، بس يعني مش عارفه اقول لحضرتك. انا مش هسافر، انا بس عايز اجدده عشان المحامي في مصر عشان يجي اصول عندي. ممكن حضرتك تجدد البطاقه الشخصيه and that is good enough للمحامي في مصر. هو قال لي عايز الباسبور عشان انا خارج البلد، قال لي البطاقه الشخصيه هيطلبوا انك لازم تروح عشان تمضي. طب ممكن حضرتك تسال اذا كان البطاقه تغني، لان عندي اكتر من حاجه كده، وتاكدوا ان ممكن البطاقه تغني عن الباسبور عشان ما يعمل لهمش اشكال وقت الجنسيه. شكرا يا استاذ مولى. شكرا. وجود لك ليك يا شكرا. شكرا. طيب ناخد السؤال اللي بعد كده، اتفضلوا. طب احنا قبل السؤال معلش، هو تجديد الجرين المشروط من احمد، بيقول انا انفصلت قبل ما اقدم على الجرين الثابت بشهر واحد، اعمل ايه؟ ممكن حضرتك تقدم على الريموفال اوف ذا كونديشن، ولازم توري ان جوازك الدخل ان جود فيث، وطبعا لازم يوري هاردشيب، لازم يكون محامي ويوري اللي حصل وليه انفصل وليه ما يقدرش يرجع دلوقتي. طيب وانا انصح استاذ احمد المصري لازم يكون معاك محامي شاطر جدا جدا، ورقم استاذ جيهان توماس على الشاشه. ممكن ياسمين، ناخد ياسمين وبعد كده عندي سؤال من زكوان من سوريا. اتفضلي ياسمين. مساء الخير. سلام سلمى نعمه. اهلا مساء الخير استاذه جيهان. انا من الجزائر، بعيش في نيوجيرسي، عملت قضيه في 2017 للأسف اترفضنا قصاد الأوفيسر، كان عندنا معاكي شهر واحد بس كان يشت داون، حظي وحش خالص. وبعدين كان عندنا معاكي ثاني شهر ديسمبر دوت كان كورونا فيروس، لغاية دلوقتي اتصلت بمحامي بتاعتي هنا بس هي كانت ما عندناش أي معلومة أو أي حاجة،
لغاية دلوقتي أكيد ما عندهمش أي حاجة يعني علينا، زي لا هيرين ديت تانية ولا غير حتى المحاكم قافلة. الأستاذ جيهان تنصحيني بإيه؟ علشان أنا كل يوم تقريبا بكلم المحامي بحاول معاه بس. شكرا. انت كانت محكمه اللي تاجلت ولا محكمه ولا كانت اوفيسر؟ لا الاوفيسر اترفضنا من عندي، كانت المحكمه الاولى كان شت داون يعني. لا حبيبتي محكمه المحاكم كلها، كل محاكمي وانا من اكتر الناس اللي عندها هيرينجز، كل شويه تك 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 متاجله الاقي الشهر اللي جاي تك بقى 2022 تك 2023 ما عندكيش فكره. فده اتس فيري نورمال، مش هتقدري تعملي اي حاجه بالنسبه لمحاكم الهجره. يو كان فورس ا جادج، ولما تيجي تعملي موشن تو ادفانس الجادج ما بيحبوهاش. ايوه كنت عايزه احاول اقدم القضيه بس يا عايزه تقدمي ايه يا فندم؟ لا كنت عايزه اطلب تاجيل عن استعجال القضيه بس. لا بالنسبه لمحاكم الهجره لا يا فندم ما انصحكيش ابدا. شكرا يا ياسمين وبالتوفيق ليك. شكرا. كل تأخيرة وفيها خيرة يا جماعة، ما نقلقش. أستاذة جيهان طبعا في ناس كتير جدا، يعني مش عايزة أقولك قد إيه الكومبلمنتس اللي موجودة، ناس فرحانة بيكي قوي، ناس بتقولك إحنا في ولايات تانية يا ريت كنت في الولاية اللي إحنا فيها. فأنا عايزة أعرف أستاذة جيهان، إحنا قانون الهجرة بيسري على جميع الولايات اللي في الولايات المتحدة الأمريكية، هل ممكن أكون عايشة في أي ولاية، نيويورك، كاليفورنيا، فلوريدا، أي ولاية بعيدة عنك وتقدري تساعديني وانا في ولايتي وانت في ولايتك؟ اوف كورس، القانون فيدرالي وانا باخد اسايلم كيسز في جميع الولايات وبمثل ناس كتيره في ولايات اخرى كلها، سواء 6 سيركت، 2nd سيركت، 9 سيركت، نيم ات. اوكي، وبرده محكمه بتاخديها من اي ولايه ثانيه وتقدري تسافري انت او التيم بتاع أي حضرتك؟ مشكلة. ما عنديش اي مشكله يا مين. اوكي شكرا ليكي. اي حد في ولايه ثانيه وحابب انه يتعامل مع استاذه جيهان ممكن يكلمها على 310-2. ميرا لو عندك اسئله اكتر من كده عشان انا كاني باك، انا ما عنديش مشكله اقعد بعد الساعه 6 حبيبتي. لا هو في اسئله كتير قوي ومكالمات كتير، معلش انت اول مشكله ممكن اقعد معاكي عشان طيب. بس اوكي شكرا. اتقطعنا من الهواء شور. اوكي طب ناخد روماني، اتفضل يا روماني. روماني طب روماني مش مركز معانا، ممكن ناخد حد تاني لو سمحتوا؟ الو ايوه اي فندم اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم، ازيك؟ انا كويس الحمد لله. سؤال لحضرتك باختصار، انا امريكان سيتيزن وسؤالي يخص والدي. والدي راجل مسن عنده 85 سنة ومعاه جرين كارد ب 10 سنين. بينزل مصر وبيجي بس بحكم سنه انا عارف ان الجرين كارد حامل جرين كارد ما يقدرش يقعد بره امريكا فوق 6 شهور، بس هو بحكم سنه انا كنت عامل له الترافل دوكيومنت فوق كل مرة بينزل مصر يقعد سنتين وقبل سنتين ما يخلصوا بيجي امريكا تاني. آخر مرة الترافل دوكيومنت دي خلصت وهو ما دخلش امريكا. والترافل دوكيومنت دي كانت اكسباير في ديسمبر في سبتمبر 2019، يعني اجمالي الوقت اللي قاعده في مصر حاليا 3 سنين. سؤالنا لحضرتك، هل يحق له دخول امريكا حاليا وهو راجل مسن كبير ومع العلم الجرين كارد بتاعه اكسباير 2024 ولا وهل لو يحق له في اوراق مطلوبه او لا؟ هقول لك حاجه، حاول حد يدخله في الفترة الأخرانية دي بالجرين كارد العادي. لو تسأل أنت كنت ليه بره لو تسأل ليه بره مصر مدة كبيرة قال يقول إن حصل له مشكلة صحية وما قدرش يمشي قبل كده، وحتى لو حصل له مشكلة بياخدوا منه الجرين كارد وبعدين بيعملوا له سكندري انفستيجيشن، ما بيبقاش فيه أي مشكلة بالنسبة للحكاية دي يا فندم. لكن ما يرجعش مصر تاني، يعني هيدخل امريكا؟ I doubt، لانه at the worst scenario بيتحولوا لحاجه اسمها secondary investigation. لو secondary investigation ما بيقولوش لا انك انت admitted as an LPR بيحولوه المحكمه، بس لازم يدخلوه يا فندم. وحتى لو اترفض as an LPR entry
بيتحول for an immigration judge and at the same time لو لقوا ان هو فقد الجرين كارد ممكن حضرتك لو يو اس سيتيزن تعمل له ري ابلاي وان مور تايم. طب في ممكن الناس يدخل باوراق ان هو كان تعبان صحيا وان هو كان صعب يدخل يا فندم والسن مساعد ان هو يقول ان هو كان تعبان السن 85 سنه وربنا يديله الصحه وطولت العمر قد سنه. شكرا يا فندم شكرا جدا لسؤالك يا استاذ روماني ميرسي ميرسي يا فندم. طيب ممكن نكلم سامي اتفضل يا سامي. أنا مساء الخير. مساء النور يا سامي اتفضل. لو سمحتي أنا أخذت الأبروف بتاع الأسايلم وبعد كده طلعت الترافل دوكومنت ورحت دبي بس ما عملتش ترافل دوكومنت واضطريت أستخدم الباسبور المصري ف وأنا راجع مفيش أي مشكلة دخلت بالترافل دوكومنت ومفيش أي مشكلة. دلوقتي أنا أخذت الجرين كارد بس الباسبور انتهى وأنا برضو عايز أسافر تاني علشان اشوف مراتي لان الورق متاخر جامد زي ما حضرتك عارفه من الدنيا واقفه ففي مشكله لما اجدد الباسبور وانزل بالباسبور وانا معايا جرين هرجع بيه. انا لسه مجاوبه على السؤال ده في سؤال قبل كده ما بنصحش يا فندم مش عشان حاجه عشان يقول لك طب انت مش خايف من جاست ان كيس جالك اوفيسر غلس. حضرتك بتتكلمي على الجنسيه ولا في المطار وانا راجع؟ في المطار وانت راجع او في الجنسيه ايدر اور. اوكي طب هعمل ايه انا الورق متعطل بقاله كتير. عندك ريفيجي ترافل دوكيومنت ممكن حضرتك تتقابل مع مدام في الاردن او في قبرص كلها يا دوبك ساعه زمن او لبنان. الاردن رفضت لبنان رفضت ما بيتعترفش بالترافل دوكيومنت. قبرص يا فندم ممكن تاخدك. قبرص فعلا بتدخل بس مدام ما عرفتش تاخد الفيزا بتاعتها انت عارفه من مصر صعب فيز معينه زي اوروبا قبرص والحاجات دي. جدد الباسبور لو ده قرار حضرتك وربنا يا رب يسهل لك وانت داخل او في وقت الجنسيه يا رب. بس انا كده انا كنت بالباسبور المصري تتوقع ان ممكن يحصل لك وانت داخل بس الراي الاول والاخير لحضرتك يا هي استاذ جيهان. يا فندم اشكرك جدا. استاذ جيهان بتنصحك انك المفروض ما تعملهوش بس رايك الاول والاخير وده قرارك ويعني ناخد بالنا ما نعملش حاجه تاذينا. شكرا جدا جدا. وناخد كريم اتفضل يا كريم. الو الو مساء الخير. مساء النور. مساء الخير استاذ جيهان. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. انا سؤال سريع. انا ليا يعني صديق كان جاي النهارده من مصر وللاسف اتمسك في المطار وهو داخل وده حصل يعني من ساعتين وضابط الهجره يعني فضل يحقق انه كان موجود ونزل ورجع تاني يعني كان نزل على 12 ولسه رجع دلوقتي لما مسكه قعد يحقق معاه انت جاي تاني ليه فتره قصيره انا جاي ازور اختي من هنا لهنا ضغط عليه طبعا ما عنديش تفصيل كتير الواقعه دي حصلت من ساعه تقريبا او من ساعتين مسك تليفونه وشاف ان هو كان موجود وقعد فتره وكان شغال ودلوقتي قالوا له هنرحلك على مصر هيودوه مكان ويوم الاربعاء رايحين. قال لي احنا بندور بس على محل جديد زي اللي كنا بنقوله واخته هي فعلا موجوده هنا وكان موجود هنا هو وشغال وكان ناوي يعمل قضيه لجوه ونزل مصر بسبب ان هو بيعمل جيش هنا وكان لازم يعمل عمليه في البراره وفعلا هو عمل طب هو عمل ايه يا فندم؟ هو عمل ايه دلوقتي؟ يعني هو في المطار دلوقتي عمل ايه؟ قال عايز ايه؟ هو احنا ما نعرفش حاجه يعني احنا كل اللي قدرنا نوصله كلمنا من التليفون ظابط كلم اخته قال لها ان هم هيرحلوه على حته ويرحلوا مصر يوم الاربعاء. يبقى هو دلوقتي مضى ورقه الترحيل يا فندم ولو هو مضى الترحيل ممكن قوي ما يرجعش لمده 3 سنين او 10 سنين على حسب ما لقوه overstayed his visa المره اللي فاتت او violated the visa فبيبقى عنده حاجه اسمها bar to re-enter the United States لو طلع عليه امر هو يوجوال يا استاذ جيهان في حالات زي كده لو هو كان ناوي يعمل اسايلم بيطلب اللجوء من المطار ده ينفع ولا ما ينفعش؟ بس اللي بيحصل لما بيطلب اللجوء من المطار وبعدين بيحولوه على detention facility وبيقعد فيها اتليست من 3 لـ 6 شهور لحد ما خلصوا القضيه بتاعته فالناس كلها حملوه على التست ده اخر ما قلت لهم هيحولوه بكره وقالوا ممكن لما يحولوه نكلمه.
اوكي. هو انت تنصحه ان هو لو ناوي، ما اعرفش استاذ جيهان كلامي صح ولا لا، لكن لو هو لو ناوي يعمل لجوء ممكن يطلب منهم يا استاذ جيهان ولا ايه؟ اه صح، لو ناوي يعمل لجوء بيطلب منه، بيتحول على الديتنشن سنتر، بيتعامل معاه كريدبل فير انترفيو، وبعدين لو الاسايلم اوفيسر بيلاقي فيه كريدبل فير بيحوله على القاضي يقدم اللجوء، وبيفضل في الديتنشن سنتر. sometimes they allow a bond or a parole. Other times بيقول لك لا اقعد جوه السجن لحد ما تخلص القضيه، ولازم يكون معاه محامي يا فندم، فتواصل مع محامي لو هو عايز يقعد، لازم محامي detention and removal. مظبوط، شكرا جدا يا فندم وبالتوفيق، وابقى طمنا عليه. شكرا. معانا مرسى، اتفضلي يا مرسى. اي ماما علي صوتك، اتفضلي. مساء الخير استاذه ميرا، اخبارك؟ اهلا وسهلا. انا عندي سؤال بس، ابني امتحن الجنسيه من 40 يوم ومحلبش الخلفان في نفس الوقت، عشان في سؤال بتاع الجيش ان هو ما سجلش اسمه، مش فاكر ان هو سجل اسمه ولا لا. طب دلوقتي لحد هو دلوقتي 40 يوم ولا بعثوا له على الخلفان ولا بعثوا له على اي حاجه، يعمل ايه؟ لازم كان يرد، ما اعرفش ان هو ما دخلش العسكريه intentionally or not، but normally ممكن ما يكونش سري عليه، او ممكن يكون ما كانش خالف منها unintentionally. فدي من الحاجات اللي هم سامحوني يا جماعه وانا بكلمكم، في ناس بتكلمني على التليفون فبتطرق في المكالمه، بيبقى في حاجات اللي هم بيسموها selective services، دي لازم يوري ان هو ما عملش نفسه انليستنج، ده كان نوت انتنشن، او مش بنيه ان هو يتهرب من الجيش. فلازم يبعت الورق ولا لا، يعني هم دلوقتي الفلسان ما بعتولوش، يعني يعمل ايه دلوقتي؟ اكيد هيبعتوا له ريكوست فور ايفيدنس، يعني يسجل نفسه ولا ينحلف؟ لو هو كان لازم يسجل نفسه في الوقت اللي هو بيسجل فيه نفسه. يا جماعه في ناس لسه بتكلمني، نفس الرقم بتكلمني اكتر من مره، دي رابع مره بتكلمني على التليفون، وانا على الهواء مستخدمه التليفون عشان عندي باور اوتريتش. ها يعني هو يسجل نفسه حاليا دلوقتي ولا يستنى؟ يسجل نفسه لو لسه في السن بتاعه التسجيل، لو كان عدى عليه السن لازم يكتب ان هو ما كانش قصده، ان هو بنيته ان هو يتهرب من الجيش. شكرا يا حبيبتي، شكرا. استاذ جيهان الموضوع ده شائك جدا وفي ناس كتير بتتلخبط فيه، ممكن تقول لنا الموضوع ايه بتاع التسجيل ده؟ لازم يبقى في سيلكتيف سيرفيس، لازم تبقي لازم بيحسب لك لما تبقي انت جرين كارد من سن كذا لسن كذا اللي هي بتاعت الجيش، لازم تعملي انليستنج انك انت تنضمي للسيلكتيف سيرفيس. في كتير قوي شباب بيجوا هنا وما بياخدوش بالهم وما بيعملوش الانليستنج، لما يجي يقدموا في الجنسيه ده سؤال كبير جدا في الجنسيه بتاع السيلكتيف سيرفيس، فعشان تتهربي منه او تقدري تتفاديه لو انت فعلا ما عملتيش الانليستنج وانت كنت شاب في السن اللي هو المطلوب، لازم تقول انك انت ما انضمتش عشان ما كنتش عارف، لكن ما انضمتش مش عشان انت كنت قاصد ما تنضمش، ما بيبقاش فيه الانتنت انك انت تتهرب من الجيش. وده من سن كام يا فندم لما يدخلوا البلد؟ مش معاها دلوقتي يعني. اوكي، طيب اشكرك جدا جدا. ومعانا بطرس. مساء الخير. مساء النور، اتفضل سؤالك ايه؟ ازيك يا استاذة جيهان وحضرتك استاذة، ربنا يبارك في خدمتك معانا يعني. الله يخليك يا فندم، بشكرك على ذوقك ومحبتك. انا معايا مقدم على اي 76 في بعض اللجوء لم شمل يعني، فقدمت طلب تسريع فهم يعني بعثوا لي رساله، كنت عايز اعرف يعني ده مؤشر كويس ولا لا. هم قالوا لي في الرساله ان احنا استلمنا ردك على طلبنا والمعلومات الاضافيه على طلب التسريع، زائد your request has been forward to an officer for review. فهل ده يعني مؤشر كويس ولا ايه؟ ده مؤشر كويس جدا يا فندم، ده معنى كده ان هم بيقولوا لك ان احنا وافقنا على الطلب وقبلنا ان احنا نعجل لك وتحول الملف بتاعك لاوفيسر عشان يبت فيه. شكرا يا استاذ بطرس. شكرا. طب جدا. ممكن يردوا قد ايه تقريبا يعني؟ لا دي التايم فريم ما اقدرش اقول لك عليه، بس لو كانت هتاخد 20 شهر هتاخد مثلا شهرين ثلاثه، لو كانت هتاخد في خمس يعني، فهمت ازاي يعني؟ بس هيعجلوا لك ان شاء الله. تمام، شكرا. ربنا يخليك. شكرا.
أستاذ جيهان، نفس السؤال جالي على برضو على الفيسبوك. حد بيقول الكيس بتاعتي راحت لمكتب تاني عنده authority انه ياخد القرار، هل ده برضو مؤشر كويس ولا لا؟ نفس السؤال. لو راح مكتب تاني ياخد القرار ده مؤشر very good. very good. اوكي اشكرك جدا. معنا بنت الرب، تفضلي. الو مساء النور. شكرا خالص على البرنامج الجميل ده، وشكرا استاذ جيهان. شكرا شكرا. احنا عايزين بس بنت الرب، احنا عايزين نقول له استاذ جيهان تيجي معانا اكتر يا بنت الرب. يا ريت تبقى. والله انا بحبك يا ميرا، وانت عارفه عايزه البرنامج بتاعك، وربنا يبارككم كلها. انا برضه بطلع كمان من اللايف بتاعي من الصفحه بتاعتي. انا عارفه كل طبعا، يعني بحاول دلوقتي اطلع اكتر من الاول. انا عايزه اقول يس، انا عايزه اقول بس لكل المشاهدين تقدروا تشوفوا استاذ جيهان لايف كل اسبوع من صفحتها لا اوفيس اوف جيهان توماس على الفيسبوك. يا جماعه يا ريت نشترك في الصفحه ونشوفها، هي بتطلع تقريبا كل يوم سبت او جمعه، يعني الساعه لا بحكي على الجمعه بالليل يا ميرا دلوقتي بالليل. اخر اليوم عشان اقدر ارد على اكتر كميات يس. عشان في ناس بتقدر تقول لي مس توماس في الاسبوع مش قادرين يعملوا الاستشاره المدفوعه، فانا بحاول دلوقتي اطلع ادي كل الجديد واقدر ارد على اكتر نمبر من الاسئله much as possible من عن طريق الصفحه. صحيح، لا اوفيس اوف جيهان توماس فيسبوك ولا اوفيس اوف جيهان توماس يوتيوب كمان يا جماعه، تابعوا الصفحتين دول. اتفضلي يا بنت الرب سؤالك ايه؟ انا سؤالي، انا والدي كان عندي هنا جاي سياحه، كان عادي جاي سياحه بقاله 5 سنين وبيروح ويجي وما عملش اي غلط، كان كله تمام يعني. وانا اخذت الجنسيه فقدمت له على لم شمل، هو كان هنا يعني قدمت له هو هنا ومنتظرين ان هم يبعثوا له على الفينجر برينت، فحصلت ان هو تعب صحيا ودخل الامرجنسي روم واضطر انه يعمل دياليسيس، عمل في المستشفى 3 مرات وعشان هو ما معهوش انشورنس فما نفعش يكمل هنا، فاضطرينا ينزل مصر من اسبوع. و انا مش عارفه دلوقتي هم ينفع يجي تاني بعد كده لو جزم على تجديد فيزا، هم شغالين بالورق هنا. طب انا هقول لك حاجه، اول حاجه سلامته الف سلامه، دي اهم حاجه. هقول لك الفيزا بتاعته هوبفلي تكون شغاله، خليه يخش تاني. بس الورق بتاعك عشان خرج من غير الادفانس بارول ممكن يوقف لك اتليست الاي 485 اللي كانت متقدمه، بس مش هتوقف لك ورقه الاي 130 اللي هي مقدمه مع الاوراق كلها. فنصيحتي منك الاتي، يرجع لك تاني على البي 1 بي 2 معاك، خلي اوراق الاي 130 تمشي زي ما هي، لما يجي لك الابروفل عليها قدمي نيو اي 485 مع ال 944. ممكن اسالك سؤال تاني؟ هل وهو بيتعالج اخذ اعانه من الحكومه امرجنسي كير ولا انت دفعتيه عن طريق انشورنس خاص؟ احنا ما دفعناش حاجه، هو الكلام ده في اسبوع ما عملناش اي حاجه، هو يعني عرفنا يعالج على حساب الحكومه صح؟ لسه ما نعرفش يعني، ما بعتلناش اي بالنات ولا يعتبر على حساب. يعني طالما حضرتك ما دفعتيش او انشورنس خاص ممكن او يعتبر ان هو بابليك تشارج على الحكومه الامريكانيه، ف that's what I'm saying that could be that ده بالنسبه لي انا could be the problem. فهمتي؟ طب هو الفيزا بتاعته مش هي اكسباير؟ هي اكسبايرد اوريدي؟ اه. طيب هقول لك هتعملي ايه؟ هتاخدي الابروفل بتاع الاي 130، اول ما الاي 130 تتعمل لها ابروفل تواصلي مع الناشونال فيزا سنتر، او لو انت كنت قدمتي الباكج بتاع الاي 485 اطلبي انك تسحبي الاي 485 وان البروسيس بتاع البيتيشن منك لباباكي يتحول عن طريق السفاره. هتبعتي اليو اس سي اي اس وهتبلغي الناشونال فيزا سنتر على البندنج اي 130 وجود لك ليكي، وهتعمليها له عن طريق السفاره مش من داخل الولايات المتحده، لانه موست بروبابلي لو الفيزا انتهت ودخل السفاره ولقوا ان في اي 130 بندنج في السيستم مش هتدخلوه تاني على الفيزا السياحه. شكرا ليكي يا فندم. ميرسي استاذ جيهان، عارفه ان احنا اخرنا وطولنا عليكي، بس ممكن ناخد ربع ساعه كمان لو تسمحي لي. اتفضلي حبيبتي. طيب اوكي. طيب المكالمات اللي بعد كده ممكن ناخد اسر، اتفضلي يا اسر. الو مساء الخير. مساء النور يا فندم. ممكن
سؤال بعد اذن حضرتك. يس، هي سامعه حضرتك، اتفضل. احنا مقدمين على ورك بيرمنت من 1/2/2020 ولغايه دلوقتي مفيش حاجه. نستنى المفروض يقول لنا من 30 ل 60 يوم، كده في تاخير ولا لا؟ والسؤال الثاني، نقدم الورك بيرميت عن طريق pending asylum renewal for a pending asylum adjustment pending asylum. انا اسمع ان هم كانوا يقولوا هياخدوا 6 ل 7 شهور من 60 يوم. كان زمان بريزيدنت ترامب جه في الاخر بهدلنا وقال الورك بيرميت هتاخد من 6 ل 7 شهور، فكنا بنطلع ننصح الناس كلها انها تقدم مينيمم 5-6 شهور قبل انتهاء الورك بيرميت. لو انت كنت عن طريق اول مره بتقدم الورك بيرميت عن طريق الاساب اورجانيزيشن، هم وعدوا انك انت تاخد الورك بيرميت في خلال 30 يوم. حتى دي مش لمسينها ولمسين تاخير، وعندي ناس كتيره قوي بتتاخر اكتر من 30 يوم اللي كانوا موعدين بيها. فذاتس ناو اكروس ذا لاين زي ما بيقولوا. طب قالوا لنا تواصلوا مع اليو اس، مع اليو اس، مع الاميجريشن، وبعتوا لهم ايميل ممكن يسرعوا الموضوع ده، فعلا؟ Not true. From experience, not true. Not true. طب حضرتك اخر سؤال، مكتب سان فرانسيسكو تبع سكرمنتو ابتدى يفتح ورقاته ولا لسه؟ لا، اكشلي سان فرانسيسكو فور ذس فور ذا تايم بينج مش مدي ابوينتمنتس كتيره، باي ذا واي، جست تو ليت يو نو. اوكي، شكرا. شكرا يا ياسر، ميرسي. هقول لكم ليه، لان انا كان عندي ناس وقت الكوفيد 19 يعني كانسلد. مكتب لوس انجلوس بقى يبعتهم لي كلهم، يعني واحد ورا الثاني لاقيه، مكتب سان فرانسيسكو مش بيبعت فور سام ريزن. طيب معانا نرمين، شكرا استاذه جيهان. نرمين اتفضلي. الو، مساء الخير. أيوة. سنور، شكرا قوي على تعبكم اداء الاول. شكرا ليك. انا سؤالي للاستاذه جيهان، انا معايا جرين كارد تمام، وجوزي كندي، واحنا بنروح وبنيجي على بعض، يعني انا بروح شويه وهو بيجيني. وانا دلوقتي عايزه اجيبه امريكا لان هو اللي بيصرف على البيت، انا مش شغاله، فانا عايزه اسهل طريقه اجيبه بيها. انت قلتي حاجه very important، قلتي انا مش شغاله. انت عشان تجيبيه از ا بيتيشن لازم تكوني شغاله، ولو ما انت مش شغاله لازم كو سبونسر جرين كارد او يو اس سيتيزن يتحمل المسؤوليه. ده نمبر 1. نمبر 2، لو هو اللي بيصرف على البيت لازم هو كمان تحت البابليك تشارج رول يوري لي فلوسه قد ايه، بنك اكاونت بتاعه قد ايه، الهيلث انشورنس بتاعته ايه، الكريدت سكور هيستوري بتاعته ازاي، البنك ستيتمنت فيها فلوس قد ايه، الانجلش بروفيشنسي بتاعته ايه. So this is how you have to bring him in. You have to, if you're not working, لازم تشوفي حد من صحابك او قرايبك يقبلوا المسؤوليه الماديه عشان يمدوا الافيدافيت اوف سبورت وتقدري تعملي له البيتيشن. وات از كارنت از ا جرين كارد هولدر، ممكن تقدمي له في اي وقت. استاذه جيهان، تقدر، لازم تقدم من خلال محامي طبعا. افضل، لان 9944 اتس ريكومندد دلوقتي الناس كلها تستخدم محامين. اتس ا ليتل بيت كومبليكيتد فورم وات ديماندز ا لوت، ولازم الشخص يكون عارف يعمل ايه. مظبوط. عندك اي سؤال تاني؟ شكرا ليكي. بنجامين اتفضل. اتفضل يا بنجامين. الو، مساء الخير. مساء النور، اهلا بيك، اتفضل. اهلا بيك يا ميرا. استاذه ايمن، ربنا يعوضك على كل الفري كونسلتيشنز اللي بتديها. عايز اقول لك والدتي بقت استاذه الاميجريشن من مجرد الفيديوهات بتاعتك. الله يخليك يا فندم، ميرسي على ذوقك. ربنا يخليك. استاذنك، عندي معلومه محتاج تصلحيها لي وفي استفسار صغير. المعلومه بخصوص القضيه بتاعتي انا، دخلت البلد عن طريق المكسيك arriving alien. القضيه لسه في المحكمه، تاجلت مره واثنين، وللاسف موضوع الكوفيد اخر الموضوع جدا. سمعت معلومه ان وانس القضيه اتعمل لها ابروف، طالما انا الستاتس بتاعتي arriving alien هيبقى من حقي ان انا اقدم على citizenship على طول، مش محتاج، انا اسف، محتاج من حقي اقدم على الجرين كارد على طول، مش محتاج ان انا استنى اللي هي السنه بيريد ما بين الديسيجن بتاع القاضي وما بين الجرين كارد. ما اعرفش المعلومه دي صح ولا غلط، اتمنى تصححها لي. استنى تك 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 تك. اوكي، انت داخل as an arriving alien صح؟ تمام. And ودوا لك parole صح؟ تمام. وانت جوزت US citizen صح؟
لا ما اتجوزتش السيتيزن، لا لسه قضيه بتاعت الاسايلم بيندنج في المحكمه. يبقى ازاي تاخد، يبقى لازم القاضي يحكم في القضيه يا فندم. مين اللي قال لك الكلام ده؟ لا اللي سمعته ان بعد ما القاضي يحكم مش محتاجه استنى سنه عشان اقدم على الجرين كارد، طالما الستاتس بتاعتي اصلا كانت ارايفنج ايليان ممكن اقدم على الجرين كارد بمجرد ما القاضي يحكم. مين اللي قال لك الكلام ده والله يا فندم؟ لو انا شاكك في صحه المعلومه عشان كده قلت اتاكد من حضرتك. لا يا فندم، اي حد بياخد الاسايلم لازم يستنى سنه قبل التقديم على الجرين كارد، سواء عن طريق القاضي او عن طريق الاوفيسر. اتس ايرليفنت يور ان ارايفنج ايليان. از ا ماتر اوف فاكت ممكن اسال حضرتك في اي محكمه لوس انجلوس؟ لا جيرسي. انت في نيوجيرسي، اوكي. جود لك ليك يا فندم، بس المعلومه اللي اتقالت لك دي مش مظبوطه. جود لك ليك يا رب بالنسبه للاسايلم كيس بتاعتك، وان شاء الله تاخدها وبعدين تستنى سنه وتقدم لنا على الجرين. اشكرك. استفسار صغير ثاني، انا ما عندكيش مانع بخصوص صديق ليا مش انا الحقيقه. القضيه بتاعته هو دخل عادي معاه فيزا بي 1، اخذ الاسايلم من حوالي سنه ونص، قدم على جرين كارد من حوالي ثلاث اسابيع، جاله جواب من اليو اس اي اس ان في تشينج في الكونتري كونديشن، وبناء على كده هم هيعملوا ريفيرت للديسيجن بتاع الاسايلم ورفضوا الابلكيشن بتاع الجرين كارد. That's weird. Oh my god. ما اعرفش الموضوع ده، انا قريت ان كان ترامب عمل قانون زي كده في اواخر السنه اللي فاتت، بس ما كنتش اعرف ان هو بقى امبلمنتد اوريدي. ده اللي كنت خايفه منه يا جماعه، ده انت اديتني، ده انت اول كلاينت او اي واحد، اول واحد يتقال لي الكلام ده. يعني انا فاكره ما قلت لكم كنت مره طلعت من فيديوهات بقول ان هم دلوقتي في الجرين كارد عايزين الناس كلها يجيبوها مره ثانيه عشان يحققوا معاها، بس انك انت تقول لي ان هم قالوا له لا ان احنا ريفرس كونتري كونديشن، طيب ورجعوه ثاني. This is very bad. هو السؤال بقى، هل هيبقى من حقه ان هو يخش في محكمه ويكمل قضيه ثاني في المحكمه، ولا هيبقى الديسيجن من اليو اس اي اس بس؟ لا الديسيجن هتبقى من اليو اس اي اس. لو كان طالع القرار من القاضي it is final، خصوصا it's if you're following the ninth circuit. Was he from the ninth circuit or not from the ninth circuit؟ لان it's a different. كنت انا اتكلمت عليها في فيديو، فاكر؟ ممكن تشوف الفيديو ده. كنت شرحتها بالتفصيل والناس كلها قالت لي معقول انت بتهولي؟ لا انا مش بهول اهو، I'm so happy ان في امبلمنتيشن للحاجات اللي قلت البروبوز اللي كانت بتتعمل تحت البريزيدنت ترامب. لا لو كان القرار طالع من اليو اس اوفيسر والكيس از نوت ا ناين سيركت جوريزديكشن، ذا يو اس اس اوفيسر از ذا وان تو ديسايد. طيب شكرا يا فندم. طب استاذ جيهان دلوقتي اعتقد ان كل الناس هتخاف من السؤال ده. ده انت يا فندم، ده انت كده رعبت الناس كلها يا فندم. طبعا يعني ممكن عايزه اقول للناس حاجه، انا عندي كذا حاله الفتره اللي فاتت جالها الابروفد اسايلم من غير انترفيوز وقول العيله وقفلت الملفات وقلت جود لك يا رب انا بحب ربنا، تك 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 وقفل، ولا انترفيو ولا اي حاجه، وجت ابروف كذا عيله. فمش عايزه اخوف الناس، بس دي بروبوز اديك اهو مكاتب نيويورك اهي او نيوجيرسي او حاجه كده عملت الحاجات دي which is no good but that was the proposition. hopefully بايدن يوقف الحاجات دي. طب استاذه جيهان عايزه تقولي ان ممكن حد دلوقتي مقدم الجرين كارد ومستني يجي له ورقه يقول له لا اصل في كونتري كونديشن بتاعتك مختلفه احنا هنفكر في الموضوع تاني؟ ما هو يا فندم، ما هو انتي شفتي انا مش من مكتبي، ده واحد على الهوا وقال لنا الكلام ده، انت كده بتخوف الناس كلها يا فندم. ده طب ربنا يستر. طيب احنا معانا مكالمات تاني، ممكن ناخد مكالمتين كمان. احنا طولنا على استاذه جيهان. لا يا فندم انا اللي اسف على الاوتج بتاع الانترنت اللي حصل في جميع المنطقه بتاع استوديو سيتي كلها باي ذا واي. معلش. طيب مش معانا بس ده انت لسه بعت لنا ايميل على التليفون، لان انا دلوقتي شغال على النت بتاع التليفون. طيب معلش يا استاذه جيهان، بس برضو كويس ان انت موجوده معانا. معانا مستر هاردي. الو الو، اتفضل يا فندم. مساء الخير يا استاذه جيهان. مساء النور يا فندم. انا معلش متاسف، بس كان هو سؤال ان انا ابروف اسايلم من شهر 7 2019 وقدمت لم شمل لمراتي وابني من مصر. السؤال انا عملت يعني استعجلت الورق بتاعها في اليو اس اي اس
وتوافق عليه بعد 11 شهر توافق عليه. بعد كده تحول للناشونال فيزا سنتر. ازاي اقدر استخدم الناشونال فيزا سنتر مع العلم ان انا قدمت تقارير الطبيه في الاصول في اليو اس سي اي اس؟ ممكن حضرتك تتواصل مع الكونغرسمان بتاعك وهو هيحاول يعجل لك الحكايه دي واستخدم نفس هذه التقارير او تقارير مجدده بالحاله الحاليه وللكونغرسمان ويا رب ربنا يوفقك. شكرا يا فندم. شكرا. ميرسي. طيب قبل ما ناخد ميرسي ليك خالص مستر هادي. طيب معانا مايك جو بيقول بالنسبه لمواعيد اللجوء في المحكمه ممكن حضرتك تكلمينا على المواعيد؟ انا لسه قايلاها من شويه. المحاكم يا جماعه very sad very sad. انا عندي ناس بيقول لهم your hearing is vacated. vacated يعني اتشلك ميعاد من اساسه، يعني مش اتاجل، اتشلوا ميعاد وما عنديش ميعاد، كل شويه اطلع كل شويه ما فيش. وفي ناس يا حبايبي اتاجلت ل 2022 وناس متاجله ل 2023. دي مش قادره اعملها لان اي ثينك اللي كان حاصل وقت الكوفيد 19 السنه اللي فاتت كان الكليركس بتوع القضاه كل شويه تاجل شهرين وبعدين يجي يلاقوا ان الحاله زي الزفت يقوموا مؤجلين شهرين وبعدين يجي بقى في شهرين يقوموا مؤجلين شهرين. بقت القضيه الواحده بتتاجل في مكتب المحامي او في المحكمه 4-5 مرات. فدلوقتي التأجيلات جاية لي بالسنة، فمش هقدر أقول لكم أكتر من كده. hopefully زي ما President Biden واعد إن هو يعين قضاء أكتر من كده في جميع محاكم الهجرة ويعمل لهم training زي ما وعد إن هم يبقى الـ sentiment أو الروح for the immigrants. ولو اتعين قضاء اكتر من كده ممكن يعملوا ريكول تاني للهيرينجز، وبدل ما يحدفوا الناس ل 2023 يجيبونا تاني ل هيرينجز بدري شويه. بس في المحكمه اتس فيري تاف دلوقتي ان اتس بتاف. شكرا جدا استاذ جيهان. واحنا طبعا عندنا مكالمات كتير جدا. انا عايزه اخد ميرفت واستاذ ايهاب واعتذر لجميع المكالمات الثانيه سامحونا. وزي ما انا قلت لكم استاذ جيهان عندها لا اوفيس اوف جيهان تومس على الفيسبوك ولا اوفيس اوف جيهان تومس على اليوتيوب. بتقدر طبعا على الهوا على الفيسبوك تجاوب لكم على كل الاسئله بتاعتكم، بتديكوا الوقت والشرح بالتفصيل. معانا ميرفت، اتفضلي. ألو مساء الخير أستاذة ميرا، أستاذة جيهان، ربنا يعوضكم على المعلومات الحلوة دي. ميرسي. وأكتلي أنا عندي سؤالين بسرعة جدا. ممكن أبتدي؟ اتفضلي. اتفضلي. أول حاجة أنا يو اس سيتيزن وعملت لم شمل لجوزي والكيس جت أبروف من ناشونال فيزا سنتر وكمبليت. إحنا دلوقتي ويتنج في الانترفيو للسفارة في مصر. هو جوزي موجود حاليا معانا على فيزا السياحة موجود، والفيزا الست شهور يخلص 3 مارس. فاحنا عملنا امبارح اكستنشن للفيزا، فانا بس بسال هل دي هتاثر عليه في الانترفيو في مصر او في بالنسبه للاي 130؟ طيب انا عايزه اقول لك حاجه، انت مخلصه كل ورق وكيس كومبليت، يعني يا دوبك يرجع بس السفاره يعمل الانترفيو ويرجع؟ بالظبط كده، مستنيين يبعتوا لنا ومدخله الكونجرسمان، والكونجرسمان خاطب الناشونال فيزا سنتر ونزل الناشونال فيزا سنتر خطبه السفاره في مصر وقالوا ان هم هيعملوا الانترفيوهات على حسب الكيس امتى كومبليتد. طب عايز اسالك حاجه، هل جوزك عايز يرجع ولا ممكن يعمل من هنا؟ اصل ممكن تعملي ادجستمنت من هنا. ما انا عارفه، بس هو لازم كده يقعد من 8 ل 10 شهور، وانا في بنتي فوق 21 سنه برضك عامل لها لم شمل. بس هي هناك، هو يعني حساس ان هو يقدر ينزل ويجي. يبقى ما فيش اي مشكله، هيعمل بروف ان هو عمل اكستنشن، ياخد بروف ان هو عمل اكستنشن عشان ما يقولوش ان هو كسر الفيزا. لو سمحتي انت لو كنت كلمتيني قبل ما اعمل اكستنشن كنت اقول لك 6 شهور ويرجع على طول. طب ازاي ابروف؟ مش اللي هو الريسيت نمبر لما يجي لنا هو ده الابروف ان هو عمل اكستنشن؟ انا افضل ان هو 6 شهور ويمشي على طول يا مدام، يا اما اعملوا له ادجستمنت من هنا. انت يو اس سيتيزن؟ انا يو اس سيتيزن. ما تعملي له ادجستمنت. افرضي طلعتيه السفاره وبعدين السفاره تقول لك اوفر ستيج فيزا، حتى لو عملت اكستنشن ممكن يعملوا لك ابيوز اوف ديسكريشن ويقول لك ده اوفر ستيج مش عارف. انا افضل بقاله قد ايه عدى الست شهور؟ لا هو ما عداش لسه، هو لسه هتخلص الست شهور في 3 مارس. لا خليه يمشي قبل الست شهور لو سمحت.
طالما انت مش هتعملي ادجست عايزه اخدها من السفاره اللي انا بعتها امبارح قبل ما الست تخلص. طب الاكستنشن فيزا اللي انا بعته امبارح ده ما تعمليش اكستنشن ابدا، مشي قبل 6 شهور 100%. انا اوريدي عملته مع الدكتوره جيهان. طيب لو هو مشي ما انتهتش يا مدام صح؟ ما انتهت. لا ما انتهت الفيزا، ما انتهت قبل ما الفيزا تنتهي. يا ستي يعني بس خسرتي الفيز وخلاص اتس اوكي يا ماما انت خسرتي الفلوس. طب اسمعي كلامي يا مدام، انا بقول لك اللي في مصلحتك مالكيش دعوه باللي انت عملتيه. الفيزا مديله صلاحيه اي 94 عايزه ديبارتشر وختم في دخول مصر قبل ما الفيزا بتاعته اللي مديله هنا 6 شهور. طيب يا شيخ، طب سؤال ثاني بسرعه، بنتي بقى اللي في 21 سنه الناشونال فيزا سنتر بعتت لنا ان احنا نبتدي في الورق، فاوريدي دفعت الفلوس وكل حاجه، فاحنا دلوقتي في مرحله بروسيس الورق. هل التاكس ريتيرن 2019 هي اللي استعملها ولا 2020؟ لا اعملي 2020 2019 2018 2018 2019 and 2020. يس. طب انا 2020 ما اشتغلتش عشان الكوفيد، فالدخل قليل جدا. انا جايبه معايا حد تاني معايا في ال طب خلاص it doesn't matter، يبقى قدمي التاكسس بتاعتك وخدي الكوسبونسر. بس لازم اقدم 2020 طبعا يا ميرفت يا ماما. شكرا حبيبتي زي ما استاذ جان قال. ربنا يعوضكم. شكرا ميرسي ميرسي ربنا يعوضكم. شكرا. طيب ناخد ايهاب، وايهاب اخر مكالمه معانا، وبعتذر لجميع الناس اللي على التليفون سامحونا. اتفضل يا ايهاب. اهلا مساء الخير. اهلا بيك. لو سمحت عندي سؤال سريع، انا ومراتي واخدين ابروفال اسايلم من سنه ودلوقتي بنقدم على الجرين كارد، فالفورم اللي هي 325A دي اتلغت ولا لسه برضه محتاجه ابعتها؟ حضرتك بتقدم على ايه يا فندم؟ جرين كارد افتر اسايلم ابروفال. بتقول اي فورم؟ يس، في فورم اللي هي I-485 وفي حاجه ثانيه اسمها 325 اللي هي G325A دي اتلغت خلاص. That's correct. شكرا. تمام يا فندم. اخر حاجه بعد اذنك، انا كنت البرايمري في القضيه، ففي ابلكيشن الجرين بتاع مراتي تعتبر برنسبل ابليكانت ولا ديريفاتيف ابليكانت؟ ديريفاتيف يا فندم. شكرا يا ايهاب على سؤالك، وسامحينا يا استاذ جيهان. شكرا. حد بيكلمك على التليفون كتير؟ الناس عماله بتكلمني. معلش يا جماعه التليفون، فانا كل شويه عماله الغي المكالمه. يس. طب معلش، هو بس في حد يعني محتاج انه يكلمك جدا، استاذ نصير، فمعلش هناخد استاذ نصير مكالمه يا ميرا لو سمحت. اخر مكالمه، استاذ نصير اتفضل. ايوه مساء الخير عليكم. وعليك مساء الخير. سؤالك مساء يا فندم. انا دخلت امريكا سنه 2015 ديسمبر، قدمت الاسايلم بعد 3 شهور، بس ايصال الاسايلم البندنج 2016 الشهر الثاني. ف في معي انا زوجتي، انا من سوريا، زوجتي من العراق، والاطفال اثنين بنات، وفي عندي ولد، الولد بالامريكا 2019 حين عمره سنتين مع الجواز الامريكي. استفسر في الحب الان، يعني صار تقريبا 6 سنين، في ان شاء الله على قوانين جديده، في امور يعني خير او ايش في حد تعميره مش سامع الكلام. طب استاذ نصير صوتك معلش بيقطع يا فندم، وهو تقريبا بيسال على قوانين جديدة، بيسأل قوانين جديدة أو حاجة في على الأسالم، أنا قدمت الأسالم 2015 سواء في السؤال. شكرا يا فندم. بالنسبة للأسالم as we stand today، حتى الاقتراحات اللي كانت طالعة adverse للقوانين اللجوء دي متوقفة دلوقتي تحت الرئاسة الجديدة. شكرا شكرا ليكي جدا يا فندم. استاذ جيهان بس اخر حاجه عايزاكي بس تقولي للساده المشاهدين انهم يبطلوا يقلقوا. 2015 احنا شفنا كيس 2013 لسه بيندنج، دول هم في امان في امريكا. 2015 ما يزعلوش، هو في 2013. يس، يعني هم في امان وانت عايش في امريكا، بتعمل ضرايبك، كل حاجه امان. استاذ جيهان، انا عارفه في الكوفيد دلوقتي حضرتك عملتي السيرفيس بتاعت الزوم، ان الكلاينت بدل ما يجي يسوق لحد لوس انجلوس، طبعا دلوقتي عندك باركينج كتير جدا، عايزه اقول للناس ومبروك على مكتبك.
عايز اعرف، ربنا يبارك لك فيه، عايزه اعرف دلوقتي انت بتعملي انترفيو على الزوم، دي سيرفيس جديده المكتب بتاعك بيقدمها؟ That's correct. انا ممكن اعمل الاستشارات عن طريق الزوم او عن طريق التليفون، ما عنديش اي مشكله عشان الناس ما تجيش، او في الكوفيد 19 بنعمل كل حاجه كمان سيرفيس، ان ببعت كل حاجه بتتمضى عن طريق الكمبيوتر وبترجع لي تاني، وما عنديش اي مشكله. من اي ولايه او حتى لو موجود في كاليفورنيا مش قادر تروح لوس انجلوس، استاذه جيهان تقدر تساعدك عن طريق كل حاجه صحيح دلوقتي الكترونيه. أستاذة جيهان بشكرك جدا، وعايزه اقول لك كميه الكومبلمنتس اكتر من الاسئله كمان. الله يخليك يا مينا، انا مش قادره اشوف حاجه، الانترنت اوترج عندنا منطقه كلها. أيوة. ويا دوبك التليفون، وربنا يبارك ويبارك البرنامج بتاعك. شكرا ليكي، بنتمنى لك دايما النجاح والسعاده. وعايزه اقول استاذه جيهان من اكتر الناس اللي قلبها قلب فعلا انسان، قبل ما تكون محاميه شاطره هي انسانه جميله جدا، ربنا حافظ عليكي. واتمنى ان انتم اي استشاره تكلموها على 310-203-2242 310-203-2242. بشكرك استاذه جيهان. طيب استاذه جيهان طبعا انتوا عمالين تكلموها وتقريبا التليفون عندها قطع، فانا فرحانه بيها وفرحانه بيكم كمان، وبسامحوني على كل، انا جالي مئات الاسئله على الفيسبوك وعلى التليفونات ما قدرناش ناخدها، لكن هي موجوده على لا اوفيس اوف جيهان توماس على كل يوم جمعه بالليل على الصفحه بتاعتها الشخصيه بتاعت المكتب. عايزه اقول لكم ان يوم السبت الجاي، يوم السبت او يوم الجمعه معلش، تقريبا يوم الجمعه الجايه معانا استاذه ليلى بنس، هنتكلم على الانفستمنت وازاي نقدر نعمل انفستمنت في الوقت ده، في تغيرات كتير جدا في السوق والاقتصاد والاستثمار والفلوس، هتكلمنا ازاي نتعامل مع التغيرات وازاي نستفاد وازاي نقدر كمان احنا نعمل فلوس كويسه. الاسبوع بقى اللي بعديه يعني يوم السبت اللي مش جاي ده، يوم السبت اللي بعديه معانا استاذه رانيا، وهي هتكلمنا على العلاقات الزوجية والمشاكل ازاي تحلها وازاي تكون بيتك هادي وفي سلام، وهي انسانة جميلة جدا ومحبة جدا، انا فرحانة انها تكون معايا. فانتظروني كل يوم جمعة الساعة 6 بتوقيت كاليفورنيا والتسعة بتوقيت نيويورك، او كل يوم سبت وكل يوم سبت الساعة 4:30 بتوقيت كاليفورنيا 7:30 بتوقيت نيويورك. بحبكم كتير، يا ريت تصلوا البرنامج، وربنا يحافظ على كل بيت موجود في الدنيا. باي باي.